عيش سعيد لون حياتك بإيدك عيش سعيد وشوف اللي في إيدك عيش سعيد أملك هو جديدك عيش سعيد يومك هيبقى عيدك اتفقل وحط كلمتين في روتينك عيش سعيد علي صوتك مش سامعينك عشان ترتاح ما تفكرش في اللي راح اسعى اسعى بتقدم هتشوف أرباح 24 ساعة ليلي أو غموعك يلا بينا هنعمل ايه دم دم تك بص للسما وارفع ايديك حدد هدفك هتلقى حاجات كتير تقولك بحبك عيش سعيد عيش سعيد عيش سعيد يا مساء الفل على كل بيشوفونا حلقه جديده ويوم جديد من عيش سعيد اول ما بتشوفونا يا جماعه احنا بنيجي معانا في ايدنا كده الويكند فيعني يا رب كده تكون ويكند سعيده عليكم تتبسطوا فيها تفرفشوا تسافروا تخرجوا وتشوفوا حبايبكم واصحابكم او تنتخوا وتريحوا في البيت وده بيبقى مطلوب كتير قوي في اوقات يعني لو خلاص بقى لا هنقضي الويكند دي انتخى بس اهم حاجه لازم تتفرجوا علينا ان شاء الله في عيش سعيد بنكون معاكم كل خميس وجمعه وسبت ويا رب دايما البرنامج بيكون بيعجبكم وبيسليكم ان شاء الله عندنا النهارده حاجات لذيذه جدا وحاجات جميله جدا بس قبل ما نقول لكم عندنا ايه خليني امسي على سهى ازيك يا سهى مساء الفل يا ايه اخبار الصيف معاك ايه نايس ويكند لذيذة يا رب يا رب في على وشي يعني اديكي شايفه ما شاء الله في درجتين ثلاثه في الطالع يعني بس على قلبي زي العسل انت طبعا طبعا هنقول مساء الفل على كل الناس اللي بيشوفونا وان شاء الله زي ما لينا قالت لكم كده تكونوا مقضيين ويك اند جميل وسعيد في حلقتنا النهارده فيها فقرات كتير زي ما عودناكم موضوع لطيف هندردش فيه انا ولينا وكمان نشوف راي الناس في موضوعنا في الشارع وهيكون كمان معانا موضوع بيتكلم عن الشخصيات اللي لا يمكن تسافر معاها بما اننا في موسم سفر زي ما بيقولوا الصيف الصيف اللذيذ ده بيبقى فيه شويه كده سفريات يلا هات شنطتك واطلع معايا في ساحل سخنه اي مكان انتوا حابينه يعني ففي اشخاص معينه كده ما بنقدرش نسافر معاهم زي الشخص البخيل الشخص الموسوس الشخص الرغاي مع ان انا بحب الشخص الرغاي في السفر والله مسلي بيسلينا يعني. غير المزيكا في ناس بتقول انا لا يمكن اسافر مع الشخص ده او اخرج معاه في مكان فهنشوف بقى يا ترى مين الشخص اللي تقول لا يمكن اسافر معاه او لا يمكن اقعد معاه مده طويله في سفريه مثلا اللي هو حتى لو يوم صد رد ده بيبقى صعب في السفر بالظبط يا سهى يعني موضوع شيق جدا بس انا هقول فيه قواله بقى عشان تعرف انا مديره امن الصيف يعني انا اللي مسؤوله عن الصيف يا جماعه كمان عندنا النهارده اتنين ضيوف مميزين جدا جدا اول ضيفه هتكون معانا النهارده هي حنين خالد هي بنوته لذيذه جدا قررت ان هي تعمل اكل بس مش اي اكل اكل يا جماعه او مطبخ كوري ناس كتير قوي عارفه ان دايما كوريا اليابان الصين ليهم المطبخ بتاعهم او ليهم الكوزين بتاعهم فهي تالقت جدا في حته الاكل الكوري فانا هموت واسالها اشمعنى الاكل الكوري وليه هو ده بالذات كمان مش بس اكل كوري كده وخلاص هباء لا ده كمان السفير الكوري ده من ايديها الاكل الكوري واشاد بيه جدا فلازم بقى نعرف ايه الحوار ده وايه اصلا الاكلات الكوريه هنتعرف النهارده عنها لان انا بصراحه ما اعرفش حاجه كتير قوي عن الاكل الكوري بالنسبه لي اللي هي المكرونه بس اللي هي اللي عارفه اللي هو ما اعتقدش ان دي كوري برضو دي صيني النودلز دي ما اعرفش ما هي بقى ولا انا بشوفها في المسلسلات يعني على الله حكايتي في الاكل الكوري كمان تاني ضيفه النهارده هتكون منورانا وهي ممثله جميله جدا ودمها زي السكر تالقت في برنامج الدوم هي مونيكا الفونس هتكون ان شاء الله برضو منورانا النهارده فانا متحمسه جدا جدا لضيوف النهارده ان شاء الله هيشرفونا وكمان نعرف منهم حاجات اكتر طب لينا دايما متعودين ان انت تنكشيني كده في اي موضوع قبل انت النهارده تنكشيني انا النهارده هفتح معاكي موضوع كنت بتكلم كده مع واحده صاحبتي وقالت لي جمله غريبه حسيت ان هي رنت في ودني بتقول لي ما بقتش عارفه ان انا اتعشم في الناس او ما بقتش حاسه ان انا اقدر ادي ثقه وعشم للناس عشان بتحس ان هي اتخذلت كتير قوي فمش عارفه تتعشم في اي انسان انت كنت بتكلمي رضا البحراوي ولا صاحبتك معلش عشان انا حسيت ما بقاش عندي ثقه في حد ده مش رضا البحراوي من اللي انا شفته في حياتي هنفضل ابطالها لحد ما غناها بصوته فانا بحبها فدي صاحبتك متاكده ولا هي حكمه كانت في الميكروباص فهي قررت تعمل دراما لا هي زعلانه يعني حاسه بخذلان كتير قوي خذلان ايه شانتي مدام في حاجه هو انت وصاحبتك عايشين ايام الخمسينات انت ما اتخذلتيش قبل كده اصل خذلان دي صعبه اتخذلت عادي انا خدت الضربه بجد بس مصنع خذلان
لا حتى افهاتك قديمه يعني احنا تقبلنا ان تمام خذلان وعديناها. كمان في اوحش من اللي قبله معقول؟ يا ريتك ما نكشتيني. طب انا عايز اعرف دلوقتي انت في حد مش خذلك قوي؟ هقولها لك ازاي؟ لا يا باشا صباح الفل كتير. ما بعدش يا جيمي يعني ياما باللغه الاسكندرانيه ياما ياما. بس انا مع صاحبتك يعني تمام. في عشم ولا مات؟ لا يا باشا العشم الله يرحمه مات. العشم مات خلاص ما فيش عشم. هو ليه نتعشم اصلا يعني؟ تتعشميش في حد خالص؟ لا 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 لا، هي اكله حلوه، سفريه حلوه، خروجه لطيفه، نهزر، نبعت لبعض كوميكس، اكتر من كده ما تلاقيش بقى. لكن بقى انا كنت متعشمه فيكي تقفي جنبي وتعملي لي وتسوي لي، وجو تقطيع الشرايين ده خلاص بقى ما كان زمان. لا يعني لسه لا 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 لسه في ناس كويسين واصحاب بجد لا ما تتعشميش يعني حتى فين. على فكره حتى لو بتحبيهم وناس محترمه انا مش بشكك في ده، بس يا جماعه يعني بلاش فكره اصل ده صاحبي قوي ده متعشم عماد اكد لي دي، بلاش عماد اكد لي دي يعني، خلي عماد تمام يعني ممكن يعني عماد يخذلنا يعني. انت مثلا ممكن تقولي ان احنا نبقى لطاف لحد ما يعني يحصل لنا الموقف بتاع الخذلان، ولا انت مش عايزه برضو نبقى لطاف؟ لا يعني ما تحطيش امالك وما تبنيش طموحات وامال واحلام ان فلان ده هيفضل طول عمره واقف جنبك، طول عمره على الحلوه والمره، طول عمره هيستحملك. لا حطي احتماليه ان ممكن اللي قدامك ده يكون يزهق، ما يبقاش صاحبك زي زمان، يتغير، يشوف شله الذ، فاهمه يعني كده. فالناس يعني زي مثلا ايه فكره اللي هو ممكن يسافروا وما يرجعوش، عارفه الاحساس ده؟ عادي. قفلتها لنا وعشان كده انا مش عايزه اخد رايك انت لوحدك، انا مضطره اخد راي الطب. هو انت لدرجه انت وصاحبتك بتعينوا في مشكله في الموضوع؟ عندكم مشكله للدرجه دي؟ بس يلا معانا على التليفون دكتور وليد هندي. مساء الفل. يا مساء الجميل لينا وسهى، عيد سعيد عليكم. البرنامج بتاعكم بقى ايقونه يخلي كل لحظاتنا عيد، انما هو فعلا بيحطنا على التراك في علاقاتنا الانسانيه وازاي نستمتع بيها وبادق تفاصيلها بحيث ان كل لحظه في حياتنا تبقى عيد سعيد. ربنا يخلي حضرتك والله. انت شايفه المكالمه كلها طاقه وامل زي اللي قفلتها لك في موضوع العشم ده؟ شفت يا دكتور نتعشم في الناس ولا لا يا دكتور؟ انا بقول نتعشم والدنيا حلوه ولسه في ناس طيبين وكويسين، وهي قفلتها لي قالت لي مفيش عشم والحاج عشم مات وشربنا القهوه بعد العزاء. يعني خلينا نتفق ان كل ما انت رفعتي سقف توقعاتك في اللي بتتعاملي معاه كل ما كان الصدمه والاحباط ممكن يكونوا اعلى. قول كمان يا دكتور وسمعني، مش ده لسه قايله لك؟ شفتي؟ دي حقيقه والله. يعني احنا بقدر الامكان نحط مربعات ونحط براويز للناس اللي بنتعامل معاها، لان احنا للاسف دايما بنتعامل مع الناس وفق المربع اللي احنا راسمينه وفق توقعاتنا، هم بقى اللي بينزلوا نفسيهم تحت او بيعلوا نفسيهم فوق. فمهم جدا ان احنا ما نفرضش مساحه من الامل قوي، يعني نخلي ما لقيصر لقيصر وما لله لله. علاقات عمل هي علاقات العمل، تنتهي لما اجي اروح بيتنا. علاقات الزماله والصداقه هي علاقات زماله، علاقات الجيره، علاقات النسب، الى اخر الكلام ده. خدي بال حضرتك، احنا امتى ما حسناش بالسعاده وافتقدنا مفهوم السعاده؟ لما بقت حياتنا على المشاع، كل واحد داخل طالع. انما كان زمان لما بنقفل على نفسنا لينا خصوصيتنا كنا بنستمتع بالخصوصيه دي. انما انا اي حد خلاص بتعامل معاه بسلامه نيه، واي حد على السوشيال ميديا بيخش يعلق لي فبعلق له بابتسامه، اي حد زميل يتعشم يقول لي كلمه تحمل وجهين فتقبلها عشان ما احرجوش، كل الامور دي عيشتنا في مفرمه نفسيه تولد عنها بقى الاحباط والقلق والتوتر والاكتئاب والانسحاب الاجتماعي وعدم الثقه في الناس ومتلازمه الحزن والاسى والشعور بالخزي والعار. دي كلها امور بقت قاسيه جدا على النفس البشريه، ولذلك انا بشوف ناس صغيره عجزت قبل الاوان بدري. ايوه بسبب الصدمات او الخبطات اللي خدتها والعشم والطموحات بالزياده دي. بالظبط كده، هو كانت بتتعامل مع الناس باحترام جم، لقت ان العلاقات بتفتقد الشعور بالامن والسلامه النفسيه والاحترام المتبادل، وبقى فيها نرجسيه واناماليه وحب ذات واخذ من غير عطاء وتجاهل رغبات وكذب وغش وخديعه ونميمه. لا لا لا، اغمقت قوي كده يا دكتور. ثانيه واحده دكتور، هي اسودت فعلا، اغمقت قوي.
ثانية واحدة يا دكتور. طب التأثير النفسي، حضرتك قلت ان احنا لما بنتعشم في حد ويغزلنا بتبقى عليها تأثير على نفسيتنا، هل ده ممكن يودينا لأمراض نفسية فعلا ان احنا نبقى محتاجين علاج نفسي؟ اكيد يا فندم. بص حضرتك، من اشهر الامراض النفسية عندنا حاجة اسمها اعتلال تاكوتسوبو. ايه اعتلال تاكوتسوبو ده؟ اللي هي متلازمة القلب المنكسر. ربنا يا رب ما يقدرش على حد. لا، مهما انت كنت متعشمة في اللي قدامك، لو كسر قلبك بيجيلك نفس اعراض الازمة القلبية والذبحة الصدرية، يجيلك وغز في صدرك، مش قادرة تاخدي نفسك، تعرق شديد، جفاف في الريق، نفسك بيروح وممكن يروح، لان لقينا ان الحزن فعلا بيعلي مستوى الادرينالين، بيخلي الكالسيوم في الجسم يبقى عالي، طلع من القلب كده بيتدفق في الجسم بصوره غريبه، فممكن يؤذي الانسان وممكن يؤذي بروحه. فتخيلي خبره الحزن والاسى والاحباط والصدمه العاطفيه في اللي حوالين منك ممكن تعمل معاك ايه. علشان كده وانت بتتعاملي مع الناس لازم يبقى عينك حلوه. عينك حلوه مش خضره وزرقاء، عينك حلوه يعني تعرفي تفرزي اللي قدامك. صح. تعرفي تفرزيه بصوره كمان علميه. مش يقول له انت برج ايه، يبقى انت برج، يبقى انت غدار، يبقى انت كده طيب، يبقى انت كده حنين. احنا مش فالحين في ده قوي. بس طب هل احنا ممكن ناخد قرار يا دكتور ان احنا نبطل عشم؟ يعني ممكن ان احنا يبقى عندنا القدره ان هو الموضوع يبقى بمجرد قرار، انا قررت ان انا ما اتعشمش في حد تاني؟ والله بصي، المؤمن كيس فطن. بمعنى ايه؟ يعني خليك قاعدة تعاملي مع الناس برضو بحب وبأريحية وبطلاقة وبسلامة نفسية، ولكن بمحاذير، ولكن بتوقعات سلبية زي ما انت حاطة توقعات إيجابية. تبقى قاعدة شايفة اللي قدام منك وما تحملهوش فوق طاقته. يعني ايه ما تحملهوش فوق طاقته؟ لو بتحبي حد ما تحملهوش فوق طاقته. بمعنى انت حضرتك شايفه وليد ده عشره معاك 20 سنه وانسان كويس ومحترم وكويس، بس عيبه لما بياخد فلوس من حد ما بيرجعهاش. فما تحملوش فوق طاقته، يجي يسرق منك تديله فمش هيديكي، فهتزعلي منه، فهتغضبي، فهتتصدمي فيه. يعني اخد من اللي قدامي الحته الحلوه وبلاش الحته الوحشه. يعني انا عارفاها الحته الوحشه خلاص هتجاهلها واركز في الحلو. ركزي في الحلو وتعاملي على قد مساحه الحلو وما توسعلوش في الوحش علشان ما تزعليش منه. واقري اللي قدامك. شخصيه نرجسيه مثلا، بيحب نفسه بس، عاوز ياخد ما يديش، عاوز الناس كلها تبقى مخدماتيه حوالين منه وهو حسنه وانا سيدك، اخلي بالي من ده. فلما يعمل ده ما زعلش، عارف انه بيعمله فما قربش منه، ما فجرش مواقف ناشئه تبين ده. لما الاقي واحد سيكوباتي مجرم اجتماعي بيتكلم حلو قوي وعذب الحديث ومنمق وحسن المظهر، انما كذاب وملاوع وعامل زي الحربايه، بيتلون حسب طبيعه المواقف ويعرف يستغل الناس كلها ازاي، ويلبس طاقيه الدال ده وبتاع ثلاث ورقات ويظهر ما لا يبطن، وياخد كل رغباته واشباعاته بغض النظر عن العواقب المترتبه على ده، ابقى شايفه انه مؤذي اجتماعيا، سيكوباتي. يبقى على قد فنجان القهوه والقعده الحلوه والنكته الجميله، ان ما تواصلش معاه في علاقات انسانيه او عاطفيه بصوره اعمق عشان ما اتصدمش فيه. لما الاقي واحد اندبندنج اعتمادي بتعامل معاه، ما اعولش ان انا اتجوزه، لان هيبقى موفر للطاقه، هيبقى قاعد زي اللمبه الموفره كده متختخ، وانا اللي قاعده بروح اودي جروبات، وانا اللي بسوق، وانا اللي بتعامل مع الصناعيه، وانا اللي بحاسب بتاع فواتير الكهرباء والميه. أيوة والغاز. وانا اللي بذاكر للعيال. أيوة. وانا اللي بعيا، وانا اللي بمرض. صحيح. وانا اللي بعجز قبل الاوان، وهو اللي قاعد بسم الله ما شاء الله زي الفل قاعد مبغدد. دكتور وليد، شكلنا كلنا تعرضنا للخذلان قبل كده ولا انا سمعت والله يا دكتور وليد شكرا على المعلومات الحلوه دي، وحسستنا انه طبيعي عادي، يعني الدنيا فيها دوده فده طبيعي جدا. بنشكر حضرتك جدا والله الدكتور زي العسل. بس الدكتور نبهنا لحاجه مهمه جدا يا لينا. بيقول لك ان الخذلان بيبان على، يعني على الواحد بعد كده علامات على السن، فانا انا شايفه ان هو الخذلان علم عليك على وشي. لا يا حبيبتي انا نيفر ايفر. انا قلت لك ايه من شويه قبل ما الدكتور يتكلم، انا اصلا ما بتخذلش عشان مش بتعشم، فخلاص. لا شكلك اتخذلت كتير فتعلمت. لا على طول بضحك وبهزر. لا لا لا، ايام الجامعه والنادي، عارفه اللي هي الحاجات اللي هي القديمه، اللي هي وانا عندي 16 15 سنه. لكن دلوقتي خلاص انا بقيت عارفه ان بلاش العشم بزياده ده يا جماعه، لو فلان مستحيل، احمد ده فلا، محمد ده نسمه، عارفه لو بلسم جروع، مفيش حاجه اسمها كده. عادي حطي احتمال ان مش كل الناس هتبقى جنبك في كل الاوقات، ومش كل الناس هتبقى جدعه، ومش لازم الناس كلها، وعلى فكره مش مطلوب منهم يبقوا جدعان كلهم. يعني برضو دي على فكره معلومه، بلاش بقى
جو الدراما ده، خلينا بقى ايه نعقل ونكبر وناخد الامور ببساطه. مش مطلوب من سوها تبقى جدعه معاها طول الوقت، مش مطلوب من لينا تبقى افيلبل معاكي طول الوقت، بس في حاجات بقى تربيه واصول، دي حاجه، وبقى العشم ده حاجه، لان بنعمل لها حلقه بقى تربيه والاصول. تعرف منين اللي قدامك ده ابن اصول؟ ان بنعمل لها بقى حلقه في يوم تاني بقى ان شاء الله. والله يا دكتور وليد قال لنا معلومات مهمه جدا، واهم حاجه تحطوا حدود للناس وتحطوا حدود مربعات ومربعات ومربعات حطهم في دواير كده. فشكرا دكتور وليد فعلا على الكلام المهم ده. خلونا نروح لفاصل ونرجع تاني عشان نبتدي حلقتنا. اكيد كلنا خدنا الضربه بجد او خدنا الدرس بجد في موضوع السفر ده، مش اي حد مسافر معاه، مش اي حد نطلع معاه على الطريق. في ناس يا جماعه يعني هي خلاص قدراتها معانا، اخرنا نتقابل عند الريست وستوب كات كده، ما ينفعش تطلع معانا على بقيه الطريق. الا هتطلعك معاه اصلا على الطريق، ما تطلعش للريست اصلا. هنتقابل في الريست. شيء موجود في السماء اذا اضفت اليه حرفا اصبح في الارض. والله سهله، والله سهله. حاجه في السماء كتير يعني. في اللي كان مرحب بالموضوع عشان شافه قبل كده، فاللي هو اصلا كان بيدور عليه ومش لاقيه. ماشي. ودي من الاسباب اصلا اللي خلتني اعمل المشروع ده، بسبب ان في ناس كتيره كانت متحمسه ان هي تجرب بس بتدور مش لاقيه. صح. فانا اضطريت ان انا يعني اديهم السبورت والحماس ان هم يفرحوا بحاجه زي كده. اوكي. بالنسبه بقى ان حد يجي خايف وكده، فيا اما هو شايفه قبل كده وعاجبه فحابب ان هو يجرب، يا اما هو خلاص قدام الامر واقع وانا هجرب وبحب المغامره وانا هشوف انا وحظي. حلو الحلو ما فيش وحاشه غير بيوعد ولا يوفيش ولا يوفيش، ده اللي فتح قلبي طفاشه ثم قابلني ما كلمنيش ما كلمنيش. طيب يا جماعه بقى نسيب الخذلان والعشم والحاجات دي على جنب ونشوف بقى السفر، بقى نشوف بقى السفر بيقول ايه بقى. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، احنا في مصيف. فبقى اللي بيروح مطروح، اللي بيروح اسكندريه، ساحل، الحاجات اللطيفه دي بتاعتنا. بس يا جماعه اكيد كلنا خدنا الضربه بجد او خدنا الدرس بجد في موضوع السفر ده، مش اي حد مسافر معاه، مش اي حد نطلع معاه على الطريق. في ناس يا جماعه يعني هي خلاص قدراتها معانا، اخرنا نتقابل عند الريست وستوب كات كده، ما ينفعش تطلع معانا على بقيه الطريق. الا هتطلعك معاه اصلا على الطريق، ما تطلعيش للريست اصلا. هنتقابل في الريست، ناكل نشرب العصير وناكل السندوتشين وكل واحد يروح لحاله. فيا جماعه انا بشوف ان مش اي حد نسافر معاه او اي حد كميتنا تتفق مع كميته في السفر. كل واحد بيبقى عنده طريقه، كل واحد بيبقى عنده طريقه تفكير. الناس اللي هي مثلا مش فلكسبل تماما، يا جماعه يلا عشان ننزل بحر، لا وانا مش هنزل دلوقتي يا عم، انا لسه بنام، انا بصحى كمان ساعتين، مش بنزل، لا الشمس حاميه، بنزلش انا دلوقتي. فيضطر كل جروب يقعد يستناه عشان الاستاذ ينزل يروح البحر يتكرم علينا. الناس يا جماعه اللي هي مش بتحب تتحرك من الكنبه، ايه ده واحنا جايين الساحل؟ لا احنا انتخ بقى، احنا نريح بقى، احنا نجيب بقى اكل ونقعد. طب في مجموعه عايزه تخرج، مجموعه عايزه تقعد، المفروض يبقى عندك نوع من انواع الفلكسبيليتي، المرونه. انت طالع مع مجموعه يعني لازم تتقبل جميع الاراء، نعمل فوتنج، نشوف فلان عملنا له ده النهارده يبقى نعمل لعلان بكره. الشخصيه كمان يا جماعه البخيله اللي هي طالعه المصيف عايزه تعيش على قفا اصحابها، يعني انا طالع المصيف مش هدفع اكتر من 50 جنيه. كمان في انواع كتير للناس اللي هي الكائن البروطه اللي هو مش عايز يعمل اي حاجه في السفريه، ولا عايز ينزل يجيب فطار، ولا عايز ينزل يجيب الحاجات من السوبر ماركت، ولا عايز يساعد، ولا عايز يشيل الشمسيه، ولا عايز يشيل الكرسي، ولا عايز يسوق، هو جاي يا باشا عالى على المجموعه. وطبعا الشخصيه بقى العصبيه والشخصيه اللي بتفرض رايها والشخصيه كتير قوي. فانا وسوها ان شاء الله هندردش معاكم النهارده في الموضوع ده، من الشخصيه اللي عمرك ما هتقدر تسافر معاها تاني عشان اختبرتها مره قبل كده والسفريه قلبت جحيم وغم وبوظ علينا المصيف وايجار الشاليه. انت عارفه كل ما تقولي مثال قاعده بفتكر سفريه حصل فيها نفس الكلام. يا جماعه مين فينا ما عداش عليه بجد المواقف دي كلها؟ يعني كلها، مش واحده منها، لا انت كل حاجه قلتيها تعالي نمسكهم واحده واحده. الشخص اللي هو بيبقى عايز يفرض رايه في المواعيد او في اي حاجه نعملها، ده في الخروجات عموما، ده يعني شخص اصلا لا تسافر معاه ولا تخرج معاه جوه القاهره ولا تصاحبه يعني اصلا ولكم يقطعوا معاه. انا ما عنديش مانع ان انت يبقى عايز تعمل حاجه مختلفه عن الناس
في السفر، بس كلنا بقى نبقى فلكس اللي هو بالمشورة. انا لا انا مش معنى ان انا مش عايز انزل، ممكن يكون في شخص بيتعب ان هو ينزل بدري او بيصدع من الشمس ما اعرفش ايه، بس ما اجبرش الناس تقعد، لا روحوا وانا هاجي وراكم وبطريقه لطيفه ومش لا والله ما تستنوني، انا هتضايق منكم لو استنيتوني، بليز انزلوا وانا جاي وراكم على طول. لا في ناس بقى لو انت بتقول كده يا هبه اللي بتقول كده وتسيبيها فعلا وتنزلي تلاقيه ترجعي تلاقيه مقموس. انت مقموس ليه؟ اصل انتوا سبتوني ونزلت، شفت اللي قلت انزله انا بتعب من الشمس، يعني عشان حضرتك تتعب من الشمس انا اقعد ليه يعني؟ ما ده برضو فيه هنطلع منه للشخص القماص اللي بيزعل بقى، بيزعل من كل بقى التفاصيل دي. وانتوا كنتوا، انا كنت عايز اكل بيتزا وانتوا كنتوا عايزين تاكلوا برجر وانا سكت لكم في البيتزا، هتلاقيه بيتقمص بقى على كل التفاصيل. انا برضو من الشخصيات اللي ما اقدرش اسافر معاها الناس، وطبعا اكيد ان شاء الله يكونوا بيسمعونا ويعرفوا نفسهم، اللي بيظبطوا الارم في الصيف في السفريه، احنا طالعين مصيف ما بنظبطش الارم خالص، بنقفل الارمات كلها، كل حاجه تيجي زي ما تيجي يعني. وقت ما تحب تعملها تعملها، ليه الارم؟ بنرن الارم عشان ايه؟ اجازه اجازه، ده انت بتفصلي خلاص من العالم كله. بس مش معنى ما نظبطش الارم نصحى الساعه 5 الظهر نروح البحر، مش 5 العصر. ما هي منتي كام هتصحي كام؟ معروف. يا سلام، ده عمرنا ما نسافر مع بعض، اديني بقول قدام الناس اهو. مش تسهرونا للساعه 6 الصبح وبعدين يرن الالارم الساعه 10، احنا جايين نهزر ولا ليه؟ في كمان بند مهم قوي عايزين نتكلم فيه والله يا جماعه، هو بجد يبان لبعض الناس ان هو تافه، بس هو مش تافه. عارفه لما نقرر نعمل دور مين هيستحمى الاول، عارفه لو بعد البعض. فيا جماعه في شخص يروح مخلص الماء السخنه كلها، يعني هو داخل غلس يخلص السخان كله، لا ويطرطش حوالين، يعني تدخلي الحمام تحسي ان انت هتلاقي سمك قرش بيعوم يعني من كده. طب يا جماعه لم الحمام وراك، يعني انا مش بقول ان هو ينظف الحمام، بس يا جماعه يبقى في اداب، اللي هو انا استخدمت الحمام، انا معايا مجموعه اشيل حاجتي على جنب. انا احب يبقى اول واحده خالص يا اخر واحده خالص. انت انا بحب ابقى اخر واحده عشان اخلص، عارفه اللي هو انا براحتي بقى، لكن الحمام حمامني يعني. لكن في النص دول اللي هم بيجروا ورا بعض دول، يلا يلا اللي بعده، وتلاقي الناس بتخبط ويجروا على الحمام، عارفه اللي هو في ايه يا جماعه؟ مش يا اما امشي بدري سنه من على البحر عشان اوصل اول واحده واخد وقتي لحد ما هم ييجوا بقى ويلموا كده وييجوا، يا اما استنى اخر واحده. اوكي، فده بس انت واخده بقى خطه لئيمه يا جماعه اعرفوا عشان تعملوا زيها. لا بس انت يعني فاهمه اللي انا بقوله، اللي هو فكره الانسان العشوائي، اللي هو لا انا كمان كل حاجه في اي حاجه، ما بيحطش الاكل في الثلاجه مثلا، استخدمت الجبنه مثلا او استخدمت العيش حطه تاني في الثلاجه، لا ده يسيبه على الرخامه وينزل ويعيش حياته. عارفين. يشرب الناس اللي بتفتح الميه من الثلاجات وتشرب من البق وتسيبها، لا يا جماعه لا بجد خدها في ايدك ودي ازازتك. ايوه علمها يا اخي يعني، بس اللي هو فكره ان في ناس قاعده معايا لازم ابقى عندي اداب القعده مع الناس. صح ايوه، انا في حاجه كتير قوي بتستفزني، يعني مثلا اصحى رتب سريرك مثلا، ما تاكلش وتسيب الاكل مكانه. لا في ناس بتعمل حاجات مستفزه قوي قوي قوي. أيوة. لانه كل واحد بيبقى متربي في بيته بشكل مختلف، وطبعا مش بنعيب في حاجه، بس كلنا في بقى اللي مامته مدلعاه وبتلم وراه، وفي اللي ما اعرفش يبقى يطلع مع مامته بقى عشان مامته حد بيساعده عندهم حد بيساعدهم في البيت. اللي ما اعرفش ايه، بس انتوا خلاص قررتوا انتوا تسافروا كصحاب كجروب مش عارفه ايه، بتلاقي اتيتيودز بقى مختلفه في نفس البيت، بتضرب فجاه. ايوه فناخد بالنا ان احنا نيجي على نفسنا شويه في الايام دي، ان احنا نتصرف كاتبين بقى في السكريبت الشخص الوسواس ان ده ما تسافرش معاه. على فكره ده حلو جدا، انا احب اسافر مع الشخص الوسواس. لا لا لا، لو هو ندخل البحر يعقموا ايديكوا، طب ما انا كنت في ميه مالحه اعقم ليه؟ لا 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 لا، الوسواس اللي هو بيحب كل حاجه منظمه وبيحب كل حاجه. لا ده صعب برضه. لا بصي، ما هو ما بقاش مع عشوائيه والشاليه اجيب فيه رمل، وما بقاش برده اللي هو او سي دي. لا هو مصيف برده بيتطلب شويه من البراح، اللي هو شويه من النمل شويه بس من الحاجات اللي رمها علينا. يعني ممكن نقعد مثلا اليوم كله بالميومه بلولين بلبس البحر ومش عارفه ايه كده، انت في العادي ممكن تقدري تعملي كده؟ لا ما عنديش مانع اقعدي بيه، بس لما تيجي تقلعيه ما ترميهوليش على الارض. ايوه طب ما انا ده اللي اتكلمت فيه، في ناس بقى بتعمل كده. ايوه ما ده خلاص، لا ده مش هنسافر معاه، انا مش معاك ده مش هناخده معانا. لا في برضو الشخص اللي هو هقول لك عايز او بينظر، عارفه هو احنا جايين الساحل نلعب كوتشينه بجد؟
هو بجد، هو بجد احنا جايين الساحل عشان نطلب فطير ميكس جبن والنم. احنا جايين نعمل كده. ايه ده؟ واحده صاحبتي قالت لي كنا قاعدين عادي والله في الجنينه عادي وبنضحك وبنلعب ومعانا طاوله وكوتشينه وكده والقعده حلوه. وزعلت مننا ليه بقى؟ هو ده المصيف بالنسبه لكم؟ امال نعمل ايه المصيف؟ هو مش ده المصيف. هو ايه المصيف؟ مش فاهمه. معرفش والله انا من هنا احب. طب هي عايزه ايه؟ لا طب سؤال انت ما سالتيهاش. طب انت عايزه تعملي ايه؟ لا هي كانت متضايقه فممكن نعدي يعني. ده مشاكل نفسيه؟ ممكن كانت متضايقه فكانت عايزه تعمل حاجات تانية اكتر يعني. اوكي بس انا بقى بستغرب، عايزه اخدك لحته تانية خالص. في ناس تطلع تتصور بس والله برضو دول يعني ببقى مش قادره. لا دي طالعه تغيظ حد، هي بتتصور كتير فهي عايزه توجه رساله معينه لشخص معين. شايفه ان السفريه دي هي السفريه دي بتاعت المصيف هي كانت عايزه تتصور. انا بقى بستغرب جدا يا سوا، فاكره زي ايام زمان بقى خالص كان الشاليه مثلا يكون اوضتين ويسعمل حباب 1000، والسندوتشات اللي كانت بنجهزها مش احنا اللي كنا بنجهزها، كانت بتجهز لنا وننزل، ومثلا انا هبقى مسؤوله مثلا عشان السندوتشات تدخل على البحر. منعوه. انا بكلمك بقى ايام المصيف الجميل، ولا حتى كنا بنفرز الناس، يعني حتى الانسان اللي دمه تقيل كنا بنستحمله. معرفش ليه حلاوه الروح ولا ما تعرفيش، كانت الفايبس حلوه. حتى زمان الرخامه كانت احلى يعني. والله العظيم يا جماعه يعني الناس دلوقتي بقت اكتر رخامه. حتى زمان الناس كانت عارفه اللي هو الرخامه الوسطيه الجميله اللي هو بيتلم يعني في الاخر، ونأجر عجل نعشوة احنا مش عارفين هنعمل ايه كمان 5 دقايق. كانت دي حلاوه المصيف بتاع زمان، ان احنا ما كناش بنرتب كل حاجه، وكل حاجه كانت بتطلع من القلب. لا مبسوطه بالقلب. هو احنا كده هندخل في حته تانية بس عايزين نبقى نتكلم فيها برضو في حلقه تانية. ان بجد دلوقتي بقت كل حاجه صعبه قوي، يعني انت عايز تخرج اصلا في مصيف بقى صعب قوي، عايز تعمل اي حاجه انتوا بتصعبوها على نفسكم. لا صعبه قوي، عايز تقعد على بحر بقى لا صعبه قوي. لا يا سوا مش صعبه، انتوا اللي بتصعبوها على نفسكم. لانه تعالي نرجع بقى لنفس الحته، انه كل الناس كل واحد عايز حاجه. في واحد عايز يروح في مكان فانسي وما اعرفش ايه، في حد عايز يقعد يا دوب يعض في الفريسكه بتاعته يمصمص في الفريسكه دي كل طلباته. هيفرد ويحط الفوطه بتاعته ويفرد عليه، حتى مش عايز بين بقى، ولا عايز شيزلونج ولا اي حاجه، هو عايز فط بشكيري وبحري. فهم الناس مختلفه، فتيجي بقى الموضوع بقى صعب. يلا يا جماعه احنا هنروح مشاوير فين وهنعمل ايه عشان بالاتفاق. نروح بحر فين؟ عارفه علاجه ايه؟ ان احنا قبل ما نطلع يا جماعه علاج الندل اكتنابه، نبعد عنه الراجل. ايه؟ علاج الندل اكتنابه، والشخص اللي بيعمل كده بعد عنه خالص. تتقبلي كل حاجه، بس اللي هو يا جماعه يبقى في جدول قبل ما نطلع. احنا نعمل ايه؟ احنا رايحين الساحل طيب ولا شيء؟ ما ده وحش. لا ما الجدول ده وحش. لا مش مين قال انت الجدول ده سيء. نفسك ده جدول وحجوزات وما اعرفش ايه. لا مش قصدي كده، الناس وسعت منها قوي. مش قصدي كده لا خالص. اللي هو يا جماعه احنا طالعين الهدف ايه؟ انتخى وفي الشلاوي منه خالص، اللي هو بقى زي ما انت قلتي مصمص في الفريسكا ونقعد واصلين للسقف، ولا الهدف ان احنا نسوشيالايز ونشوف صحابنا ونفرك؟ على فكره بنبقى طالعين عارفين احنا نيتنا ايه لله كده. لو هو طالعين نعمل ايه؟ فهي بتبقى بالاتفاق يعني، هي بتبقى بالحب وبرده بالتراضي. ما هو يوم ويوم، يوم تشلاوي خالص ولو بروفايل قوي نقعد هادين، ويوم نفرك. ايه المشكله؟ يوم كده ويوم كده، لكن كل يوم دب 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 دب. ايوه في ايه يا جماعه؟ انا لسه راجعه، انا ما لحقتش. ايه اللي بتقول لي يلا الالارم عشان البحر؟ والبحر هيمشي، ما هو قاعد ما بيروحش باي. انا لما اصحى بروح له. طب بصي انا متحمسه جدا، هموت واعرف راي الناس ايه، يعني يا ترى هم زينا ولا مش زينا. يلا تعالي كده نروح نشوف. يلا بينا. بحب اسافر مع ناس وبحب اسافر لوحدي. اما يكون المود بتاعي معدول شويه بحب اسافر مع صحابي، اما اكون مخنوق قوي يعني بحب اسافر لوحدي. اسافر لوحدي لو معايا فلوس اصلا احب اسافر لوحدي. لا بسافر مع ناس، مع جروب على طول. بحب اسافر لوحدي مع ناس. مع ناس يبقى مع اصحابي او عيلتي بس. مع ناس لوحدي. مع ناس عشان بتبقى متعه اكتر. بحب اسافر لوحدي كتير. الممل اللي بينام. النكه دي. الرغاي. الشخص اللي بينام كتير. كئيب. الشخص الرغاي. البيكس. الزنان اللزقة. كذاب. صحابي كذابين. أنا بالنسبة للآخرين ممل شوية. مسلي لو أنا مظبطها من قبليها. بشوف نفسي في السفر لا شخص مسلي. لا أنا مسلية جدا. ولما بقعد مع نفسي ببقى مسلي، لما بقعد مع ناس بخلهم يملوا. مسلي. مسلي جدا، أنا طول الوقت بضحك بس. ناس صحابي يحبوني وأنا مسلي وكله تمام. ممل جدا. أنا بارد أصلا. أكتر حاجة بحب أعملها في الطريق أتفرج على أفلام أو مسلسلات. أسمع أغاني. أفلام. أسمع أغاني. بقعد أغني مع نفسي. أشغل أغاني. أسمع كايروكي. بحب أغني. أسمع أغاني
ان انا اغني ومع الطبله والرقه بنرقص الدنيا في جيبي السنه وده قاعد يدبل انا اعور الشاب ونزفر الرزله ولا هي حقيقه ولا منها دي كدبه. لينا سمعتي اللي بيقول لك انا لما بقعد لوحدي ببقى لذيذ جدا بس لما بقعد مع الناس ببقى لذيذ وببقى مملة. طب ليه يا حبيبي طب انت لذيذ؟ مين اللي قال لك ان انت لذيذ طيب وانت مع نفسك؟ ايوه وفي حد قال انا ببقى بيكس ما يعني لا لوزر يعني ما سافرش مع البيكس ما اعرفش ايه البيكس دي بس يا تمام لوزر قصده مثلا مش عارفه انا ليه خدتها مثلا اللي هو الصاحب اللي هو اللي مثلا الاستغلالي اللي هو الفطيره ب 100 وانت حسبتي صاهين على 50 عارفه الجو ده؟ لا احنا محتاجين نعرف معناها اكيد حد لا ما هو ده معناها ده معناها ده اللي هو بيستعبط من الاخر كده اللي هو عامل فيها عبيط اللي هو جاي مبرشة بصوا كوكتيل من الصفات الدنيئة يعني يعني هو بيصهين عليكي كده في الفلوس وبيستغلك ومش عايز يعمل حاجة ومعتمد عليكي. وفي الشخص ناسي محفظته من أول السفرية نسيها في القاهرة أصلا هو نسيها. أصلا ازاي كده والله ازاي يعني يا جماعة والله على عيني وعلى راسي أصحابنا بس يقول باشا انتوا هتشيلوني باشا نحطك فوق راسنا بس هتعمل فيها بقى اللي هو نسيت البوك في القطر ونسيت مش عارفه في السوبر جيت الموبايل وتقعد تعمل لها حوارات كده احنا هارسين كل حاجه بس التكنولوجيا يعني حلت القصص دي بقيت اللي هو ايه تنسي بجد حماده طب ابعت لي خلاص بقى في تكنولوجيا دلوقتي أيوة. بعت لي الفلوس انا هدفع لك كل حاجه ابعتها لي وش بالظبط خلاص ما بقاش في جو البرشطه بتاعت زمان دي والله سوها موضوع لذيذ وبرده تذكره للناس ان انت تشوف مين الناس اللي شبهك يعني وتسافر معاهم تطلع معاهم اصلا مش طبيعي ان انت تاخدي اجازات كتير يعني احنا مش بيبقى عندنا يعني الرفاهيه دي ان انت تاخدي مليون الف في يوم اجازه فلما تيجي بقى ناوي تطلع تسافر سافر مع اللي شبهك اللي عندكم ميول شبه بعض او انترست زي بعض يعني نبقى شبه بعض عشان نطلع نتبسط لكن انا طالعه مع حد مش اجتماعي مش بيحب البحر مش عايز يسهر طب احنا طالعين ليه مع بعض فاهمه قصدي هو يطلع مع اللي شبهه او نروح هناك ونتقابل يعني نتغدى مع بعض كل واحد يروح لحاله بس مش لازم نبقى لازقين في بعض انا عن نفسي كلينا بحب جدا اسافر مع عيلتي وبس يعني طب بالمناسبه بقى الكلام اللي احنا بنقوله ده لازم برضو ناخد راي العلم مساء الفل يا دكتور مساء النور زي حضرتك عاملة ايه دكتور الحمد لله تمام عايزين نسأل حضرتك كده في البداية في ناس بيكونوا صحاب جدا وقريبين من بعض جدا وطول الوقت بيتكلموا وبيرتاحوا مع بعض في الكلام يجوا يسافروا سفرية يلاقوا نفسهم مش متلائمين خالص مرتاحوش حصلت ما بينهم وراجعين مشاكل كتير راجعين متخانقين مقطعين بعض زي ما بيقولوا ايه القصة دي ايه اللي بيحصل هو بصي انا سمعت كلامك طبعا في بالنسبه للصحبه في السفر اولا طبعا الصحبه في السفر دي مهمه جدا حتى يقولوا اختار الصديق قبل الطريق معروف صح فبصي اول صفه نمبر 1 كده ونحط تحتيها مليون خط في الشخص اللي انا هسافر معاه انه ما يكونش نكدي طبعا الشخصيه الميلانكوليك اللي هي بيقولوا عليها في السايكولوجي المياله للكآبه اللي هي ما بتعرفش تفرح بسهوله وان فرحت مده الفرح او السعاده بتاعتها بيبقى السبان بتاعها او المده بتاعتها قصيره فده نتجنبه تماما مش بس في السفر لا في الحياه عموما اصلا في السفر بزياده ايوه تاني حاجه انه ما يكونش شخصيه جامده الشخصيه انا محتاج شخصيه مرنه معايا في السفر لان الشخصيه الجامده دي ما بتعرفش تتعامل مع الظروف الطارئه ما بتعرفش تتحمل السفر فيه مشقه حتى لو انت مسافره تتفسحي ففي مشقه فالمشقه دي محتاجه حد عنده مرونه بحيث ان هو يقدر يستقبل فالشخصيه الجامده طبعا مش مرشحه اطلاقا انا محتاج شخصيه مرنه الشخص العصبي الشخص العصبي ما بيعرفش يستقبل برضه وبينفعل بمنتهى السهوله فبيعمل مشكله فبيعكر مزاج نفسه ومزاج الاخرين بيعمل مشاكل مع اللي حوالينا الصفه كمان اللي مهمه قوي 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 ان انا ما اطلعش مع حد بخيل لان البخيل مش بس بخيل عارفه انت النموذج اللي هو بيبقى معاه سندوتشات واكل ومخبيهم في الدولاب طبعا دي حاجات بتعمل يعني تنغيص في الرحله فانا محتاجه ولان كمان البخيل ماديا هو بخيل شعوريا وانا طالعه استمتع فعايزه حد نفسيا يجيب الفايده من السفر او يحقق الفايده من السفر فانا محتاج واحد
فرفوش حتى الحد الأدنى من الفرفشة، شخص مرن، شخص هادي ولكن بدون ملل، يعني مش هادي ممل، لا هادي ولكن بدون ملل. شخص كريم. مهم جدا كمان انه يكون استقلالي، يعني ايوه هو هيبقى متفاعل معايا ولكن بيحترم المساحه الشخصيه، السبيشال البيرسونال سبيس مهمه جدا جدا. كمان مهم قوي ان انا اركز في انه يكون من نفس الشريحه الاقتصاديه بتاعتي او قريب منها، انه يكون ماديا مستوى قريب مني، لاني لو طلعت مع حد اعلى مني قوي او اقل ممكن مني ممكن يروح اماكن انا ما اقدرش عليها، او هو العكس ما اقدرش على الاماكن بتاعتي، كل واحد يبقى عنده لا، او انا نفسيا هبقى متضايقه، يعني هو بيصرف في حتت معينه او هبقى محرجه انه بيدي هنا بيعمل هنا بيصرف هنا اعلى مني. فمهم جدا ان يكون في كيمياء بيني وبينه، في تكامل علشان احقق الهدف من الرحله دي، ان الهدف من الرحله في الاخر والسفر هو المتعه. صحيح. او حتى لو انا طالع لعمل فانا محتاج مزاجي يكون معتدل وكويس عشان اعرف اشتغل. ففي كل الاحوال انا محتاج رفيق في السفر، حتى يقولوا السفر في اللغه العربيه معناه ايه؟ معناه انه يسفر عن احوال واخلاق البشر، وان هو بيكشف او يسفر عن وجوه الناس والحقائق الدفينه. فانت كنت بتقولي في الاول ازاي انا هيبقى صديق ليا، انا بيني وبينه علاقه وبنتكلم مع بعض في الحياه عادي، ولكن هو في السفر مش حد لطيف او مش الشخص المرشح. لا اكيد يبقى في حاجه ديفكت في الموضوع، او انا مش فاهم الصداقه صح. لان انا لو هو فعلا صديق مقرب مني ومريح بيني وبينه كيمياء، فهو اكثر شخص مرشح ان هو يكون رفيق في السفر. عجبني قوي كلمه مرشح. حتى لما بيقولوا على المراه تطلع سفر في صحبه امنه، ما المقصود بالصحبه الامنه؟ الاخلاق والطباع المريح. طبعا احنا طالما بنتكلم عن الرفيق في السفر فاحنا لازم نذكر الاول هو فوائد السفر ايه. في دراسات علميه مهمه جدا جدا اثبتت ان السفر ده ليه فائده عظمى وليس مجرد رفاهيه وترفيه. من ضمنها من احدث الدراسات كانت في بوزيتيف سايكولوجي ماجازين بتتكلم عن ان هم اكتشفوا او ربطوا ما بين ان تكون مسافرا ومتعدد السفريات وان تكون طويل العمر، يعني طول العمر مرتبط بان انت بتسافر كتير. كمان في دراسه مهمه جدا في مجله توريزم مانجمنت بتتكلم عن ان السفر يعد من العلاجات النفسية لكثير من الأمراض، ده كده سواء كده النفسية أو الجسدية، وإن ربطوا ما بينه سبحان الله وما بين الزهايمر والخرف. يعني الشخص اللي بيسافر كتير هو أقل الناس عرضة للإصابة بمرض الزهايمر. ليه بقى؟ لأن اكتشفوا إن السفر بيعمل على التحفيز الحسي والمعرفي. يعني إيه تحفيز حسي ومعرفي؟ أنا بطلع أغير المحفزات البيئية والطبيعية والبشرية اللي أنا عايش فيها، بغير ناس، بغير طبيعة، بغير بيئة، بغير ثقافة، بتعرض لأجواء مختلفة، بتعرض لمناظر مختلفة، بقابل تجارب مختلفة، أدفنشر، مغامرات، بتحرك. فده بيعمل تحفيز حسي ومعرفي، وده مهم جدا للصحة العقلية والنفسية. فعشان كده البحث اللي في توريزم مانجمنت ده كانت المتخصصة أو المشرفة عليه بتؤكد على إن لازم أختار الأماكن الخاصة اللي هي بتعمل لي أنا تحفيز حسي ونفسي ومعرفي وذهني، لأن ممكن اللي يسيرني غير اللي يسيرك، اللي يحفزني غير اللي يحفزك. وربطوا طبعا بشكل غير مسبوق ما بين إفرازات هرمونات السعادة اللي هي طبعا الدوبامين والسيروتونين والأكسيتوسين والسفر، لأن ده بيخلي طبعا السفر مرتبط بإفراز هرمونات السعادة. وفي بقى دراسة يعني رهيبة جدا اتكلمت على إن عملوها على مجموعة كبيرة من البشر في جامعة سان فرانسيسكو، بتتكلم عن إن الناس كلها بعد ما عملوا استقصاء واستبيان على آرائهم في إن هو يسافر ويبقى عنده ويك إند بشكل منتظم، تأثير ده عليه من إن هو يشتري أو يقتني أشياء مادية أو عينية أو عقارية أو أيا كانت. فاتضح ان كون ان انا اسافر او اقضي عطله بشكل منتظم هو اعلى قيمه وفائده من شراء او اقتناء اشياء ماديه وعينيه.
فالسفر علاج نفسي، يعني اي حد عندنا في العيادات او في المستشفى بيبقى عنده اكتئاب او قلق او توتر بننصحه بالسفر، بالسفر يغير جو، حتى بنسميه تغيير، بيقلل من التوتر، بيقلل من الضغوط النفسيه، كمان بيزود القدرات العقليه، مهاره حل المشكلات، بيزود السوشيال سكيلز. انا لما بطلع وبتعامل مع الناس، لو انا عندي حتى احيانا احنا بنوصف برامج علاجيه للمراهقين اللي بيعانوا من فوبيا او نقص في العلاقات الاجتماعيه، ان هم يطلعوا ادفنتشرز، مغامرات، علشان يبتدوا يتعاملوا، فالسوشيال سكيلز بتاعتهم والفوبيا تبتدي تخف. بيوسع الافاق طبعا، بيخلي الانسان يكتشف ذاته ويتواصل معها بشكل افضل، بيعلي الشعور بالهدوء والاسترخاء والتركيز، بيعالج الاكتئاب، ده نمبر 1 في العلاج الاكتئاب والقلق والازمات النفسيه، البوست تروماتيك ديس اوردر اللي هو تروما بعد الصدمه، سواء فقد سواء اي تجربه سيئه، بيكون من ضمن البرنامج العلاجي ان انا اطلع الشخص ده في رحله او في سفر. وطبعا نرجع تاني نقول مهم جدا الشخص اللي انا هسافر معاه، لان هو مسؤول على انه يفسد الرحله او يزيدها استمتاعا. فعلا السفر ليه فوائده كتير، فلازم نختار الصديق قبل الطريق. وكمان طلعت في فوائد لذيذه قوي اصلا لصحتك النفسيه، فالموضوع فعلا بيفرق جدا جدا. ويلا يلا نسافر بعد الحلقه سوا. يلا يلا نجرب نشوف، نطلع بقى نرجع الحلقه اللي بعدها نقول لكم بقى لينا كانت بتعمل ايه وسوا كانت بتعمل ايه، وهنقول كل حاجه ما تقلقوش. طيب متهيألي كده قلنا كل حاجه، لمينا كل المنهج، كل حاجه، خدنا راي العلم وراي الناس وراينا، واديناكم كمان التيبس والتريكس زي ما دايما نقول كده، تختاروا ازاي مين صاحبكم اللي هيسافر معاكم. وكده كده اصلا هي ملهاش كتالوج، حتى لو شايف ان انت متوافق قوي مع صاحبك ده في كل التفاصيل، ايه ده احنا بنحب الشوبينج زي بعض، احنا بنحب السهر زي بعض، احنا بنحب البحر زي بعض، ما اعرفش ايه، بس الا لما تروح معاها هتكتشف انه في حاجه مختلفه ما بينكم. فهنجرب يعني، مش بينا نشوف، مسيكوا بينا نشوف. خلينا نروح لفاصل ونرجع تاني عشان نكمل حلقتنا، استنونا. ولسه مكملين معاكم عيش سعيد، وجدت اكتر فقره كده لطيفه خفيفه، وبرضه عشان نختبر سوها، هل هي في السفر هتبقى بتعرف تلعب الالعاب دي ولا ما بتعرفش؟ فدي اكتر فقره انا وسوها بصراحه بنحبها جدا، لان بيكون عندنا العاب مختلفه بنلعبها معاكم طبعا، وبيكون معانا اخبار عجيبه غريبه بتاعتنا دي برضه. فيلا بقى نبتدي، اشوف بقى انت شاطره في الالعاب، هتلعبينا ولا تبقي ممله؟ كل الناس بقت عارفه احنا انا بحب لعبه ايه وما بحبش لعبه ايه، ولينا بتحب لعبه ايه وما بتحبش لعبه ايه. طيب هتلعبيني ايه؟ هقول لك كده، هنشوف، يلا بينا. طيب في دلوقتي صورتين، فهتطلعي الفروق يعني. اوكي ماشي، نبتدي بقى من بس. الاول خالص هو عنده شعر شمال، برافو عليكي، الخصله في خصله كده، الودان هي مناخير، العينين، القصه تمام، الكاب تمام زي ما هي، ننزل تحت على التيشيرت تمام، الجيب في الجامب سوت او السالوبات اللي هو لابسه جامب سوت. الله انت انيكا زي هارلي انت، بصي طلعت ترند. انا اخويا عملها تيك توك. في البتاع اللي تحت دي واحده قصيره واحده طويله، خلاص الوقت خلص، واحده قصيره واحده طويله، الوقت خلص. هي قالت اتنين، قلت اتنين ناقص واحده، لا التالته تحت، واحده قصيره واحده طويله، والصوره بتختفي ما تتحسبش. اتفضلي عشان نشوف الاجابه. بصوا يا ساتر، صفي يا بنت الناس شويه، مفيش العاب، مفيش في السفر معاكي مفيش العاب. اهو فعلا ده اكبر من ده بس كده، بس والله جبتي اتنين يا سهى، ثلاثه لينا، مش هنسافر كده ونلعب. خلاص يلا عشان خاطرنا، مفيش مشكله، يلا بينا. في بقى لعبه ثانيه اللي انت بتحبيهاش، فزوره. حلوه صغيره. يلا نشوف عندنا، لا بس دي ارحم من عروستي والله. حلوه لذيذه. طيب بصي بقى اهو، انت عندك حروف هتستخرجي اسم مدينه اوروبيه، وسهله قوي. يعني ايه اكمل الحروف الناقصه؟ مش فاهم ايه، في يعني زياده ازودها؟ انت عندك يعني
في الكويستشن ماركس دي علامه الاستفهام الاثنين دول. انا في حرف لو زودته هلاقي مدريد. ايوه ما هي دي صح. برافو شاطره اهو مالك. هو بيقول لك يعني اكملي زي مثلا ازود حرف. احنا رجعنا لكي جي 1 يعني، فدي الحمد لله ان عرفتيها. لو جبت مثلا واحده في كي جي 2 هتعرف تجاوبها. يلا برافو عليك يا سيدي. تصفيق. يلا انا بقى العبك. يلا بينا. يلا الصوره الاولى. إيه يلا يا لولو. يا لهوي. انا جالي حول، انا اصلا من كتر الالوان. طيب خدي حاجه حاجه، خدي حاجه 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 هتنبسط. ايه ده تفاصيل ياما. واحده واحده. طيب انا امسك الاستاذ اللي فرحان بنفسه ده. يلا. في حاجه؟ في يا شيخه. والله ماشي. استنى انا لسه ما بصيتش على الاجابات، انا بحل معاكي. ماشي. لا الراجل ده مشتتني. استني. العصفور. ايوه ما فيهوش حاجه. لسانه. صح لسان العصفوره. صح. البغبغان. صح. ده ولا ايه اللي بعد؟ لا ثانيه الراجل ده مستفز، عايزه اطلع فيه حاجه. في الزراير. صح. بتاعت القميص بتاعته. صح كده ناقص حاجه. كده ناقص واحده بس. مش عارف. اللوك بتاع ال. يلا نشوف. اللوك هنا جراي وهنا اسود. ايه ده؟ ما بتتقبلش الهزيمه ولا الخساره. اوكي عشان لا والله بكتب بوينتس عشان السفر. انا مش باد لوزر خالص والله بجد، بس هي فعلا حاجه عايزه ايه ما اقولكيش يعني. الحمد لله. لا انت شفتي الزراير وشفتي اللسان، دي اسهلهم يعني. بس غير متوقع. انت بتروحي للاكستريم ليه؟ غير متوقع تماما، انا ضد المفاجآت. طيب عندك حاجه ثانيه؟ الفزوره. يلا بينا. شيء موجود في السماء اذا اضفت اليه حرفا اصبح في الارض. والله سهله، والله سهله. حاجه في السماء بتطير يعني؟ في لا مش بتطير. سحاب. ايه تاني عندنا في السماء؟ دي المنيو بتاع السماء كده. في ايه تاني في السماء غير السحاب؟ سحاب. ايوه. انت قلتي حاجه مش كائن حي صح؟ ايوه. الله اعلم. ايه في شمس. وايه تاني؟ قمر. وايه تاني في المجره؟ طلعي شويه. كواكب. ايه يا جماعه في ايه دي صعبه. اقول ايه؟ ها ايه تاني؟ مطر. لا 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 بنبعد بنبعد بعيد قوي. انت كنت ماشيه صح، كمليهم بقى. في السحاب ولا في الهلال؟ لا انت ماشيه صح، هي دي مكونات السماء. في ايه تاني؟ مكونات السماء. احنا بحس الساينس عارفه من الاول خالص بقى، حسيت العلوم. في ايه بقى في السماء؟ نجوم. نجوم. نجوم صح؟ نجوم. ها ايوه. ولو ضفت ليه حرف. هو النجوم صح؟ ايوه هي النجوم، بس ممكن تخليها مفرد مش جمع. نجم. ماشي. ها ايه بقى؟ نجم خلاص في الارض، ما هو موجود في الارض. ايه النجم اللي في الارض ده؟ مغني يعني؟ أيوة ولا فنان. ايه؟ انا فنان. بس لا هتضيفي له حرف عشان يبقى حاجه في الارض بقى. نجم. انا شايفه السؤال ده مطول معانا كده، مفيش حد يعني. انا السؤال ده ملوش اهل يسالوا عليه. نجم حرف. مش جاي معايا. خلاص. حد يقول مفيش. ها الصحف اجهزه والله في الكنترول الا ما حد نطق. مفيش. لا ايه بقى الاجابه؟ هي بعيده شويه. منجم. لا بقى والله دي مؤامره. هو انت ليه حاجتك سهله وحاجتي صعبه؟ ايه ده؟ انا بجد بقى وطالب بالجمهور يقف جنبي. ايه ده؟ لا دي سهله جدا. ده انا بقول لك جبت لك مكونات السماء وقعدت اساعدك واقول لك مش عارفه ايه. وماشيه صح وكمية. طب خليها. لا 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 هي فعلا ما تجيش على بال مخلوق في العالم. ايه منجم ده يعني؟ ايه مش فاهمه. اصلا مش عارفه ايه المنجم. لا المنجم بتاع الذهب، منجم فحم، اي طب حاجه. طب ما انت حلوه يعني. ماشي بس مش هتيجي في بالي المنجم في الارض وحاجه في السماء. لا هي تريكي قوي، هي صعبه. هي تريكي جدا.
عشان نازله. انا كنت اقول هاردي فهي بتقول تريكي جدا بجد. تحت الارض. يعني المنجم تحت الارض مش فوق الارض. ها انا قلت لك حاجه في السماء وحاجه في الارض. ماشي المنجم ده بتقفل بقى تحت الارض جوه الارض. ما هو النجمه دي مش ما حددوش مكانها فين في السماء بالظبط. والله بجد يا جماعه ما يصحش كده. هضرب عن اللعبه. تو هارد. طيب عندنا اخبار. ابتدي انا عشان اهضم اللي حصل فيا. في مجموعه من الشباب ما شاء الله شله حراميه جمال جدا. الناس دي كشفت بطريقه ان هي البوليس يجي يقبض عليها بطريقه يعني هم هبل تقريبا او عبط او انا مش عارفه ايه اللي بيعملوه ده. يعني الواحد اللي هو لو انت حرامي لو حد سرق حاجه بيختفي بيتدارى بيكسف من عملته. يعني خلاص اللي هو خد لك خن بقى عشان انت عامل كارثه او مصيبه. الشله الحراميه دي سرقت عربيات بتقدر ب 3 مليون دولار. 3 مليون دولار رقم كبير جدا. ودي مش اول عمليه سطو ليهم. هم متعودين على سرقه معارض السيارات ومحلات الموبايلات والحاجات دي. دايما بيسرقوا حاجات في الطالع يعني حاجات غاليه جدا. فالمهم عرفوا الشرطه منين ان هم سرقوا الحاجات دي؟ من صوره سيلفي على الانستجرام. لا ما تهزريش. الله العظيم. يعني عارف اللي هو متآمر وهبل. عارفه اللي هو الهبل قوي مش هبل عادي. هم يا جماعه يعني بقى لهم يعني هم لما قبض الشرطه قبضت عليهم طبعا بعد ما هم خدوا السيلفي ده عرفوا يوصلوا لهم بسهوله من خلال الانستجرام. كمان هم مختارين منصه كل الناس عليها يعني هي من اشهر المنصات. فالشرطه وصلت لهم من خلال الانستجرام ان هم واخدين سيلفي بالمسروقات بتاعتهم بيتباهوا بيها ما شاء الله الله اكبر. اللي هو ابننا حرامي صحي نيوز. واو. حرامي. لذيذ جدا الموضوع ده. هم بقى لما اعترفوا ان هم عملوا كده في ملايين الحاجات. يعني هم سرقوا بتاع 200 مره حاجات كده عربياته بالملايين. فبصراحه يعني قصه غبيه جدا ان هم يسرقوا الحاجه ويتصوروا سيلفي ان هم سارقين. في مثل ما شافوهمش هم بيسرقوا شافوهم هم بيتحاسبوا. لا وهم بيتصوروا بقى. يعني شافوهم هم بيتصوروا على الانستجرام. منتهى الغباء. طيب انا بقى معايا خبر غريب برضو. في مطعم ايطالي عمل رسوم فجأة كده على واحد من السياح اللي موجودين في ايطاليا. والراجل ده كان عايز يشكي همه شوية فكتب اللي حصل معاه على واحد من مواقع التواصل الاجتماعي. مالها ايطاليا ده؟ دفعي على طول. حصل ايه في ايطاليا وما ايطاليا؟ بصي الكل هو الراجل كان بياكل في مطعم في ايطاليا وطلب ساندوتش. فالساندوتش ده جاله وهو مقسوم نصين. ماشي. وحطوا له كل نص في طبق. وبعدين لما جاله التشيك استغرب لقى في فلوس زياده. سيرفيس كام يا جماعه؟ 2 يورو. الاتنين يورو دول بتوع ايه؟ سيرفيس لايه زياده؟ قال له علشان احنا قطعنا لك الساندوتش نصين. وانا عبيط يعني وانا طلبت ما طلبتش. انا ما طلبتش ان انا اصلا يتقطع. انا كنت عايز اكله زي ما هو كده. ماشي. فصاحبه المطعم بقى هو لما قدم بقى الشكوى بتاعته دي الاول كتب على واحد من مواقع التواصل الاجتماعي بعدين اشتكى. فصاحبه المطعم قالت لا يا جماعه ما احنا اصلا احنا حطينا تكلفه اضافيه علشان هو لما استخدم طبقين احنا كمان ضيعنا وقت في ان احنا نغسل طبقين. يا سلام. امال ايه. فهي بقى يعني الموضوع وسع منهم قوي يا جماعه. في الاخر هو القصه كلها في ان هم قسموا له الساندوتش. انت قعدت احسب كام ساندوتش قطعته في حياتي في البيت؟ كنت بقيت ايه؟ مليارديره على 2 يورو. 2 يورو بقى على كل سندوتش. وقفتي عملتيه وقسمتيه نصين يا كبدي يا بنتي وكم الاطباق اللي غسلتيها في حياتك. والله احنا غلابه يا جماعه. طب انا حصل معايا موقف في الساحل شبيه لده. ان انا طلبت يا جماعه كوبايه ثلج. خدت طلبت عصير فالعصير جالي سخن. فقلت له لو سمحت ممكن كوبايه ثلج؟ غلطت انا في حاجه؟ لا. لقيته بيقول لي 10 جنيه لكوبايه الثلج. قلت له نعم. قلت له مش فاهمه. الثلج ده بميه معدنيه يعني ولا ثلج؟ كوبايه الثلج بفلوس. ثلج عادي. كوبايه الثلج. انت لو طلبتي منه كوبايه ثلج ده ليه حساب غير العصير؟ طب ماشي انت طالبه العصير من عنده؟ ايوه. قولي له خد سقعه. لا مفيش حاجه اسمها كده. هو قال لك كوبايه الثلج عندنا حضرتك كوبايه الثلج تطلع ب 10 جنيه. اي استغلال في اي حاجه. يعني انا بجد يا جماعه ضد اي حد بيستغل اي حد. انت قطعت له الساندوتش اصل ده طبق تاني اصل مش عارفه ايه اصل ده الثلج ده شويه ميه في الفريزر. يعني ايه ده؟
يعني وطبيعه تديني العصير ما انت طبيعي تديني معاه تلج يعني، فالواحد بيشوف حاجات بصراحه. انا لو منك كنت رجعت له العصير قلت له خد انا مش هشربه. وانت تفتكري اني دفعت ال 10 جنيه بتوع التلج؟ شايفاني عبيطه؟ لا صراحه ايه ده؟ صاحبتك عبيطه؟ هسافر معايا صدقوني هسافر معايا. ناصحه ناصحه يضحك عليا في حاجات ثانيه بمزاجي لكن ده لا. طيب نتمنى تكون اخبارنا عجبتكم وانبسطتوا معانا في فقره الالعاب وكنتوا جاوبتوا كده واستمتعتوا معانا. خلونا نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا عشان نستقبل ضيوفنا ان شاء الله. ورجعنا لكم تاني علشان نكمل حلقتنا، ودلوقتي بقى وصلنا للفقرة اللي كلنا بنحبها لما ينورنا في عيش سعيد ضيوف مختلفين. وضيفتنا النهاردة هي زي ما كده كلنا بنتأثر لما بنشوف مسلسل تركي ونعيش الأجواء، هي كمان تأثرت بالدراما الكورية وعاشت الأجواء وحبت إن هي تدخل جوه الموضوع أكتر لحد ما لقبها السفير الكوري بأنها سفيرة الأكل الكوري في مصر. معانا النهاردة ضيفتنا حنين اللي عندها 22 سنة بس ووصلت إن السفير الكوري بنفسه يروح ويزورها ويأكل أكلها. منورة يا حنين. أخبارك إيه؟ عاملة إيه؟ الحمد لله كله تمام؟ بصي يعني انا مش قادره امسك نفسي طبعا من الاكل الخطير اللي محطوط قدامي ده، يعني عارفه اللي هو نفسي ادوق بقى كده اتكلم بس لا. واحنا بنتكلم طبعا هسالك على كل حاجه، تسلم ايديكي. اصلا الاكل عارفه العين بتاكل، فهو شكله ما شاء الله يشهي وريحته حلوه جدا. بس خليني اسالك، عرفيني على نفسك اكتر، درستي ايه؟ انت اصلا خريجه ايه والكلام ده كله؟ انا خريجه بكالوريوس تجاره جامعه عين شمس، اتخرجت السنه اللي فاتت. بعد ما صغنونة قوي هنا. اتخرجت السنة اللي فاتت دي، انا بقالي كتير قوي ما سمعتهاش من ناس حواليا بس تمام. كلنا يعني الوقت بقى. بعد ما خلصت الجامعة زي اي حد بيدور على شغل مش بيلاقي الحاجة اللي هو كان مستنيها، فانا ما قررت ان انا ما استناش او لسه هدور اكتر وبتاع، فقررت ان انا هعمل فكرة المشروع. لا استني بقى نقف هنا بقى، هنا بقى هناك وقفه. ما قبل المشروع ده انت اتفرجتي على ايه ولا شفتي ايه ولا حصل ايه الالحاق جالك عشان, عشان تروحي للاكل الكوري؟ احنا بعدنا قوي يا استاذ. هو انا من زمان من محبي الاكل الكوري والثقافه الكوريه. بس كنت مقتصر بيها على نفسي انا واللي حواليا. اوكي. لكن بعد كده لقيت في اراء كتير بيقولوا لي ان هم عايزين. حبيتيها منين؟ الدراما. كان وقت فراغي او وقت ما بحب اعمل موف اون من اي حاجه بدخل للكوري على طول. اوكي. وهي الدراما فعلا الكوريه لطيفه جدا. يعني هي لطيفه من كل النواحي. انا جربت قبل كده، هم عندهم احداث حلوه يعني، في احداث سسبنس على طول، انت مشدوده مفيش ملل. وممكن يعني هي ممكن تديكي افكار وتشجعك لحاجات كتيره في حياتك العمليه، يعني مش ان انا بضيع وقت وبس. اوكي. طب حلو قوي. فقررتي بقى ايه؟ يعني مثلا شوفتي الاكلات بتاعتهم في المسلسلات وكده، ولا انت فتحتي مثلا جوجل وقلتي انا عايزه اتعرف على المطبخ بتاعهم؟ لا انا عشان اتفرجت على كوري كتير مسلسلات، فانا حبيت اللغه. حلو. من خلالها درست في المركز الثقافي الكوري. ايه ده بجد؟ والله ده انت عندك اصرار وشغف بقى. ده ايه ده؟ فمن خلالهم اتعرفت اكتر على المطبخ الكوري وتعمقت فيه. طب ما دخلتيش اداب كوري ليه كمان؟ ده برضه كليه من الكليات المهمه جدا. هي عشان كنت انا كنت ثانوي تجاري مش ثانوي عام. اوكي. فانا كنت مقتصره على تجاره عين شمس. اوكي. وانت قلتي ان انت روحتي درستي في المركز الثقافي او المركز الثقافي، وعلموكي هناك زي اصول الطبخ. قالوا لك مثلا احنا عندنا دي الاكل الشعبيه ودي. من خلال اللغه كنا بنتعرف اكتر عن الاكل، في اكلات كذا، في حاجات كذا، المكونات بتاعت الاكل نفسها بتعرف عليها اكتر. ببحث انا بقى بعد كده بتعمق، بس من خلال الكوريين نفسهم مش مصريين بيعملوا حاجه. طيب ايه اشهر الاكلات الكوريه بقى اللي انت ابتديتي بيها وبعدين دلوقتي بقيتي متميزه فيها؟ التوكبوكي والبيبيمباب، الكيمباب اللي بالصوص الاحمر. دي توكبوكي. اوكي. دي عجينه من دقيق رز، حاجه دي شبه المكرونه او الكفته الرز المصريه بس دي اكتر حاجه ريحتها مميزه. دي مع صوص بتبقى سبايسي وحلوه شويه الاثنين. ايوه شبه السوشي. شبه السوشي بس من غير اسماك. طب محشيه ايه؟ نفس الورق الكيم، نفس الرز، بس طريقه رز السوشي بيتعمل بطريقه ورز الكيمباب بيتعمل بطريقه. ماشي.
الحشو بقى بتبقى خضار مع بيض، خضار بس او مع بيض، او خضار مع بيض وفراخ ولحمه. هما بيحطوا البيض في كل الاكل؟ اه يعني الوجبات الكوريه عموما لازم تبقى شامله كل حاجه. خضار اساسي، بيض، مفيش بيض، فراخ، مفيش فراخ، لحمه، مشروم. يعني هو انت بتقولي كده ان الاكل الكوري مور هيلثي او صحي اكتر جدا. مناسب للعاملين دايت، عندهم حساسيه جلوتين، مش بياكلوا حاجات معينه في الاكل هيلاقوها. الاطفال الصغيرين اللي ما بياكلوش معظم الخضار، طريقه تحضير الخضار فبيحسوش بيه، طريقه تحضير مش بيحس بيه. فهو بياخد القيمه الغذائيه بتاعته وهو مستمتع جدا. طب انا شايفه اللي عليها بيضه. بصي انا بصراحه ما بعرفش اكل بيض الا في الفطار، عارفه الاحساس ده ان هو ما ينفعش افطر غير بيض، بس مش هقدر اكمل معاك اليوم. مناسبه جدا. فدي انا شايفاه. بصي هو انت ما شاء الله رصتك للحاجه كمان، وطريقه التقديم جميله قوي. يعني زي ما قلنا في الاول هي العين اللي بتاكل، فانت رصاه بطريقه حلوه. انا بقى عايزه اعرف مثلا طبق البيض ده اسمه ايه قلت لي تاني؟ معلش. بيبيمباب. هو ده بيبيمباب صح، احنا قلنا. طيب اللي فوق ده الصوص ده ايه؟ ده صوص كوتشوجانج مع فراخ. كوتشوجانج. اوكي. طيب انا شايفه دي، مش عارفه ليه فكرتني بالسمبوسك قوي اللي قدامي. هي دامبلينج، هي يعني دي يعني مش عارفه مين مقتبس من مين، بس هي فعلا شبه السمبوسه، بس دي مش متحمره، دي بتبقى مستويه على البخار. جواها ايه بقى؟ فراخ مع خضار. طب انا عايزه ادوقها، متحمسه. ما تهزريش. جريء قوي يا اسماعيل. لا استني، هو ده. ايوه ايزي ستيكس. يا جماعه انا اصلا بحب الحاجات قوي اللي هي زي ال، بسم الله الرحمن الرحيم. تحفه. طبق زي الجمل. اوكي الف هنا. ممكن تساليها بقى. اوكي طيب خلينا بقى ندخل على يعني المرحله اللي هي فجاه كده لقيتي نفسك الناس كلها عارفاكي وترند، والسفير الكوري يجيب نفسه علشان ياكل من اكلك. هي كانت صدمه اصلا لقاء السفير، انا ما كنتش متوقعه، ما كنتش عامله حسابي اصلا ان هو جاي. هم كلموني وعرفوا بس مواعيدي، لكن ما قالوليش ان هو جاي او حاجه. زي اي يوم عادي كنت واقفه لقيت اللي داخل اللي هو بدماغه كده يا حبيبي. اللي هو انا اتصدمت فعلا. انت عارفاه طبعا، انا بتتابعي بقى، انت من كوريه اصلا. اصلا شخصيا انا كنت انا بعزه جدا، ومن زمان كنت نفسي ان انا اقابله. بس انا ما كنتش متوقعه ان هي هتيجي بالطريقه دي. جرب الاكل، شاف ايه اللي موجود، جربه كله وعجبه، وبس عرفت تتكلمي معاه بقى، ترحبي بيه، اي كلمه من الكوري اللي انت عارفاه قلت له ايه بقى؟ سمعينا شويه كوري كده. اللي هو عادي يعني انياهاسيو. هو ما اتكلمش اصلا كتير كوري، هو اتكلم عربي. وبعد كده اتكلم انجلش. اوكي. وما كملش يعني ما اتكلمناش كتير. انا من صدمتي اصلا ما كنتش عارفه اتكلم. لا عايزه اقول لك حاجه والله بتاعتي دي تحفه. معلش مش عارفه احفظ اسمها تاني، معلش. دامبلينج. انا عايزه بقى 5 دامبلينج وانت اوردر على القهوه فاهم. طيب انا عايزه اعرف حاجه قبل السفير الكوري. انت اصلا بتعملي، قررتي تعملي مشروع ان انت تعملي الاكل الحلو ده في البيت وتبيعيه في حي المعادي، مظبوط كده الكلام؟ في المعادي بس ولا تشعبتي في كل حته؟ يعني انت عامله بيج اونلاين وعامله الكلام ده كله؟ اسمها هان سيول. انا بدات اصلا الاول كنت بنزل كورنيش النيل قدام مبنى الاذاعه والتلفزيون. حلو. تعرفت هناك فتره، بعد كده عشان المنطقه امنيه وكده فما كنتش مرتاحه، فقررت ان انا هنقل. بس كان في اقبال عليكي؟ يعني مثلا حد يقول انت بتبيعي اكل دلوقتي، حد يقول لي عم كوري ايه بس وانا لسه هجرب بيطلع حلو ولا وحش؟ كتير جدا. هو طب وماله المصري؟ بس تجرب. جدا. لا هقول لك حاجه، مش قصدي كده، هو المصري على عيننا والايطالي والفرنساوي كل واحد ليه الحته بتاعته. بس انا مثلا جعانه وماشيه في الشارع ومعايا فلوس، يعني ما اعرفش بقى على قدي ولا مش على قدي، كل واحد وامكانيات. فجعان ولقيتك بتبيع اكل كوري، هقول طب انا هدفع الفلوس اللي معايا دي واجرب، يا يعجبني يا ما يعجبنيش، عارفه التريكه دي؟ أيوة. عشان كده كنت بسالك في اقبال، يعني الناس كانت مرحبه بالموضوع؟
في اللي كان مرحب بالموضوع عشان شافه قبل كده فاللي هو اصلا كان بيدور عليه ومش لاقيه. ماشي. ودي من الاسباب اصلا اللي خليتني اعمل المشروع ده بسبب ان في ناس كتيره كانت متحمسه ان هي تجرب بس بتدور مش لاقيه. صح. فانا قررت ان انا يعني اديهم السبورت والحماس ان هم يفرحوا بحاجه زي كده. اوكي. بالنسبه بقى ان حد يجي خايف وكده فيا اما هو شايفه قبل كده وعجبه فحابب ان هو يجرب يا اما هو خلاص قدام الامر واقع وانا هجرب وبحب المغامره وانا هشوف انا وحظي. عشان كده بعد كده يعني بعد الوقت ده اخترتي ان انت تروحي لمنطقه زي المعادي ان انت فيها اصلا عدد كبير من الكوريين. بالظبط. فهي اصلا اوريدي عندها الناس اللي عارفه الاكل ده وحافظاه وبتاكله معظم المطاعم والباقي اجانب والمطاعم الكوريه معظمها في المعادي. طب هم مثلا الكوريين بقى نفسهم ولاد البلد بقى لما بيدوقوا الاكل بتاعك بيقولوا لك ان هو فعلا شبهه؟ اصل في اماكن كتير قوي ممكن تاكلي فيها في مصر بتمصر الحاجه شويه، مثلا البيتزا الايطالي لا تلاقيها في حته كده فاهمه، السوشي الياباني، السوشي لا لا كلهم الحمد لله ما جاليش اي راي مخالف. يعني بيقولوا لك فعلا ده الاكل الاوثنتيك او الاصلي بتاع البلد. ايه ده، الله حلو قوي. طب عايزه ادوق حاجه ثانيه. طيب عبال ما لينا تدوق حاجة تانية. أنا جاية أتغدى النهاردة يا جماعة في عيش سعيد. ممكن عبال ما لينا أنا عايزاكي تدوقي دي. أنهي؟ لا حاساها فيها صوص وممكن أوقع نفسي قدام الشاشة خلاص شكلي. خلاص خليها دي بعد الحلقة. يعني بصي أنا ممكن أجرب دي فراخ. بصي أنا ممكن أكمل الحلقة هنا. عايز دي فيها بيض صح؟ شكلك بتحب البيض. أنا ما بحبش البيض يا جماعة بس شكلها مغري. تحفه. ممكن يعني تغمسي من الصوص بتاع التوك بوك. اخد الفراخ بقى واقعد بس ان انا في اوبن بوفيه فاهمه. طيب انا عايزه اسالك، المكونات دايما كل مطبخ كده بيبقى له حاجات معينه مميزه ممكن تكون مش موجوده في البلد اللي انت عايشه فيها، فبتجيبي منين مكوناتك بتاعت الاكل الكوري واللي ممكن ما تبقاش موجوده في معظم السوبر ماركتس المعروفه؟ دي كانت مشكله بتواجهني كتير في الاول. ان انا فعلا مفيش خالص. فراخ تحفه تحفه يا جماعه. انا بجد شكلي اروح معاكي المطعم هقعد جنبك تنوري. فعلا مفيش المكونات بتاعت المطبخ الكوري غير في الهايبر او السوبر ماركت الكبير، وده نادرا اصلا لما تلاقي فيه كل المكونات. فكان بعد بحث كتير. زي ايه؟ ما انت عندك فراخ وبيض وعجينه يعني قولي لي ايه اللي مش موجود. دي الرز. دي الرز اوكي. ده نادر لما تلاقيه. معجون الكوتشاجان. ايه معجون؟ معلش بنتي ده شايفه الاحمر ده؟ هو ده. ده بيجي جاهز مش انت اللي عاملاه؟ لا هو بيبقى جاي معجون وانا باخد منه كميات صغيره بعمل بيه الصوص. طب عندي سؤال، الاكله الخضراء دي ده موتشي حلويات؟ حلويات حدقي خلصي خالص كان. بس انا بصي انا عامله دايت فانا حاسه بالذنب، فولا انا ضربته ده بقى تمام ولا ليه؟ لا تمام تمام عادي. الفراخ دي فرايد. طب ايه؟ بس النهارده فري. المعده مش تاخد بالها. لا بس بجد والله، بس هي فرايد يا جماعه ومش مزي يعني مش حاسه فيها زيت، مش تقيله. هي فرقه ايه بقى عن فرايد تشيكن العاديه؟ الصوص. الصوص لا استني بقى. و دي رايحة تاني، دي جاية تتغدى بقى. لا سوها بجد المذيعة جعانة يا جدعان. ممكن تدوقيها لو سمحتي؟ لا أنا مش قادرة آكل دلوقتي. مش قادرة؟ هاكل في الفاصل. ماشي. دي احنا قلنا دي حلويات. خليها بقى في الفاصل فعلا عشان احنا محتاجين معلقة. هو دي بتتاكل بالستكس الحلويات دي؟ تاكلها بإيدك، تاكلها بالستكس تقطعيها. مش هتفرق. زيحي يا أستاذة لينا زيحي. يعني براحتك. جواها إيه طيب؟ دي جواها يعني هي المفروض الاساسي بتاعها ايس كريم، يا اما شوكولاته يا اما فواكه. دي بقى انا خدت فواكه عملتها بطريقه معينه. ليه ما حطيتيش ايس كريم يا حنين؟ ليه؟ الجو حر. انا بحب الايس كريم يا حنين. الجو حر. ايوه الجو حر. تحطي تسيح يعني عقبال ما تيجي وكده. وحطيتي ايه بقى؟ حشيتيها ايه؟ بطاطا. بطاطا الله. مش هتلاقي في مصر حد بيعمل اللي انا بعمله. ايوه لا ما انت مختلفه ما شاء الله. جبتي بطاطا منين في الصيف يا حنين؟ والله لقيتها بالصدفه في السوق فجت في دماغي الفكره. لا بتتباع. طب حنين قولي لي، في حد تاني زارك من حد مشهور او معروف غير سفير الكوري؟ استاذ عدنان و
سمو نافع وسيد نافع وكذا حد تاني يعني عشان ما انساش حد. وحبوا الاكل الكوري جدا. طب واهلك رايهم ايه بقى في البروجكت اللي انت بتعمليه ده؟ مثلا قالوا لك في الاول يا بنتي هو مين هياكل كوري في مصر؟ هو الناس يعني خلاص زهقت من الطبيخ المصري عشان تاكل الكوري؟ انت عارفه بقى كلام الاهالي واقعيين شويه بيبقوا شايفين خليكي جنب الحيط احسن في حاجات معينه. فهل هم شجعوكي وكانوا كده اللي هو يلا ايه ده فكره مترقعه ولذيذه، ولا كانوا ضدك شويه في الاول؟ هو مفيش حد نهائي وافق على الموضوع اصلا. والدي، والدتي، خالي، كل الناس اوكي قالت لا. لكن والدي والدتي لما انا قعدت ازن واصريت على الموضوع، والدتي هي اللي تشجعت وادتني السبورت ان انا ابدا. لما انا جيت قبل ما ابدا على طول انا خفت جدا وقلت انا مش هبدا، لكن هي اللي دعمتني وقالت لي جربي يوم، ونفع نفع ما نفعش خلاص ماشي من غير ما والدي يعرف اصلا. ثبت لك المطبخ بقى الحمد لله. لوستي فيه طبعا. طبعا. وبهدلته لها وبس طبعا. طب حنين، اصعب المواقف بقى اللي قابلتيها من ساعه ما ابتديتي البروجكت ده؟ لا هما كتير. يعني قولي لنا كم واحد كده. الاول نظرات الناس. ان انت بنت واقفه في الشارع بتبيع حاجه، او اللي هي واقفه في الشارع عموما معاها مشروع، مش مهم يبقى بتاعها شغاله عند حد، فكره ان انت واقفه في الشارع. في نظرات يعني لا تتوقع حرفيا. اوكي. لكن بالعكس انا لما بشوف بنات زيك كده بقول ما شاء الله يا رب بنتي تطلع زيكم، ان انت مجتهده مش حاطه ايدك على خدك، مش عواطليه في البيت، ان انت بتجتهدي. هي مش كل الناس دماغها او بتفكر زي بعض. ايوه انت تلاقيكي بتدعي يا رب بنتي تطلع بتعرف تطبخ عشان تعملي اكل وخلاص وتاكلنا. كملي. ليه محدش بياكلني؟ انا مش بطبخ يا جماعه، لا كوري ولا مصري ولا صيني ولا اي حاجه، فبتبسط قوي لما حد بياكلني حاجه لذيذه. غير النظرات اللي انت متضايقه منها، مع ان يعني انا شايفه ان زي رايي لينا كده ان في ناس كتير قوي بتشجع يعني وفي ناس ما بتشجعش ما فيهاش حاجه. فهي الفكره في كده يعني. في ناس تانية يعني بتدعم جدا، وفي بنات يعني حرفيا كانوا بيشوفوني بعد ما يمشوا يقوموا راجعين يقولي احنا يا اما صايمين يا اما مش عاملين حسابهم او حاجه، فيقول لي كلمه حلوه وبعد كده يقول لي يعني معلش احنا مش هنقدر ان احنا نشيمك، بس احنا حابين ان احنا ندعمك وبيمشي. انت جميله. طب خليني اسالك برضو عن الاسعار، هل الاسعار في المتناول ولا الاسعار غاليه شويه؟ لا هي اول ما بدات كانت في متناول الجميع، وكان اقل كمان من المتناول ماشي، لكن بعد كده مع غلاء الاسعار فانا رفعت سنه، بس هي نفس في متناول الجميع حرفيا يعني. انا ممكن انا اقل واحده في السوق. وايه اكتر طبق بيتباع؟ البست سيلر اللي هو اللي عليه اقبال التوبوكي، اللي هي اللي بصوص دي، اللي انا هجربها بعد ما اخلص عشان خايفه الاكل يقع عليا. طيب حلو قوي. دي اكتر حاجه الناس بتطلبها التوبوكي والكيمباب. اوكي. علشان ايه بقى يعني؟ اكتر حاجه بتظهر على التلفزيون. اكتر حاجه بتتشاف. فهي دي اللي هم الحاجه اللي هم شايفينها قدام عينيهم على طول، فهم عايزين يجربوها. ايوه. ودي بس عجينه رز مفيش اي حاجه مع صوص بس. طيب فكرتي بقى ان انت مثلا شوفي مثلا حد يشاركك وتفتحي بقى المطعم بتاعك والكلام ده كله؟ او طبعا ده اكيد في المخططات، دي ده حلم ليك ان انت يبقى عندك بقى المطعم بتاعك وان انت هو انا حاليا شغاله على ده بالفعل. ايوه شفتي بقى، يلا احكي لي بقى. هو انا حاليا عايزه اعمل زي في حاجات كده في كوريا زي خيم تبقى زي مطعم. فانت نفسك بقى حلمك ان انت تفتحي الحاجه البرايفت بتاعتك؟ لا بس ان شاء الله جايه. اصل بصي هي خطوات واحده واحده يعني. انا ما كنتش اعرف ان الاكل الكوري ده دي مواصفاته، فانت فقابلتك النهارده فدقته، فالناس هتتفرج على الكلام ده فتبتدي تتشجع ان هي تجرب حاجه جديده. هي الحلم بس بيبقى خطوه، كام خطوه في الاول صعوبه بعد كده تبقى يا رب. ما احنا عايزين عشان الناس لما تيجي يعني، في كتير بيجوا لي عايزين مكان يقعدوا ياكلوا فيه، وعشان كمان اقدر اعمل بقيه الوصفات بتاعتي يعني. انا البيبي مباب مش بعرف اعمله بسبب المكان. ده بيبقى عايز يتعمل ويتقدم على طول. فهو مش هينفع يقعد، فده مانعني ان انا اعمله، فلازم يبقى في مكان عشان اقدر اعرض كل المنتجات عشان الناس تجرب كل حاجه. طب حنين ليه ما فكرتيش انك تعملي مثلا قناه على يوتيوب تعلمي فيها الناس الطبخ الكوري بشكل معين، فبرضه ده دخل تاني او حاجه تانيه تعمليها تبقي بتحبيها وتقدمي فيها الاكل الكوري؟ هو
انا والله انا عايز اعمل كده، بس هي الفكره انا ماليش في السوشيال ميديا قوي، مش بعرف اعمل فيديوهات. فانا لسه بدور على حد برضه ان هو يساعدني في الموضوع ده. انت مين بيساعدك في الطبيخ في المطبخ؟ والدتي. يعني خلاص اتعلمت بقت خلاص. وانت عارفه اسمائهم يعني، اعملي لي واحده بابا بام 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 بابسي بتعمل لك خلاص لازم. طبعا بنمسي عليها وبنشكرها طبعا، اكيد هي ساعدتك في الحاجات اللي لينا اكلتها دي صح. ايوه ده حلوين قوي والله. انا بصي حاجزه الطبق ده عشان محدش ياخده. انا واخده بالي حبيبتي. احنا يعني بنحاول نداري على الضيوف، بس انا واخده بالي. لا بس انا بصراحه بصي هقول لك حاجه بصراحه، وده ممكن يكون ناس كتير قوي زي انا، اول ما الاكل اتحط قلت انا مستحيل امد ايدي. ليه؟ لان انا ما بعرفش، ما بحبش اجرب حاجات جديده، وبحس المطاعم اللي هي الاسيويه واخدين احنا عن كمصريين فكره عنها ان هو اكل ني، اكل زفر، اكل دول مش بيغسلوا مش عارفه ايه، دول بياكلوا اي حاجه مخلوقات كلها. فقلت ايه ده بصراحه بيني وبين نفسي انا يعني حاجه ما ليش فيها وعمري ما جربتها، ليه اجربها على الهوا كمان؟ عارفه ان هو وشي هيبان عليه. بس بصراحه الاكل ريحته زي الفل، فده اللي خلاني عايزه اجربه. لما جربته والله غيرت رايي فعلا. الواحد لازم يبقى اوبند اكتر ان هو يجرب كل الحاجات المختلفه، ممكن تطلع حلوه. يعني مش كل حاجه مختلفه ممكن تبقى وحشه. حتى لو لما تيجي تجرب، جرب في حاجه صغيره صح، جرب في حاجه يعني ما يعني تحس ان انت واثق فيها، شكلها النوع الاكل، لازم تعرف انت هتاكل ايه، ايه اللي موجود، محتويات الطبق نفسه اوكي قبل ما تبدا. وعلى فكره اللي انت قلتي اللي هو شبه السوشي ده، هو انت في بيض، بس هو طعم البيض مش باين بطعم البيض اللي احنا عارفينه. يعني مش محسوس خالص، فجميل جدا. طيب عايز اسالك بقى حاجه، ايه اكتر حاجه في المطبخ الكوري قلتي لا مستحيل اعملها لان هي في الاسواق المصريه ومحدش هيشتريها ومحدش هيحبها؟ لا مفيش. مفيش طبق معين قلتي صعب؟ حاجات نيه مثلا، حاجات لا. هو الكوري مفيهوش ني خالص خالص. ده الني اكتر في الصيني اظن، وفي الياباني. الياباني اوكي. لكن الكوري لا، مستوي 100%. حلو قوي، مفيهوش حاجه نيه. خلاص تمام اهو. حنين انت صراحه بتعملي حاجه لذيذه جدا، وشرفتينا في ان انت كمان ان سفير الكوري نفسه يقول ان انت احسن واحده بتعملي اكل كوري هنا في مصر، وسفيره الاكل الكوري في مصر. فانت سنك صغير، حققتي حاجات كويسه ولسه هتحققي تاني. انا بجد مبسوطه ان انت نورتينا النهارده في عيش سعيد، وان شاء الله دايما تعملي حاجات احسن واحسن. بجد حنين فعلا نورتينا، وانا بدعمك جدا لاني دقت بنفسي قدام الناس. يعني الاكل انت حطيتيه اكلناه، ولا قلت خطير هو مش حلو، لا انا صريحه. يعني الحاجه اللي فعلا فيها حاجه بقول ان هي فيها حاجه، بس اكلك زي الفل ونظيف جدا وريحته حلوه قوي، وتحسيه فعلا اللي هو لا مش ممصره حاجه، هو كوري اصلي يعني. 100%. بشكرك حبيبتي، نورتينا جدا في عيش سعيد النهارده. والله يا جماعه جربوا حاجات كده مختلفه، وجربوا مطابخ مختلفه، ونشجع بعض. يعني لو لقيت حد عنده فكره مختلفه ونفسه حد نفسه في سبورت ان انت تجرب حاجه، ان انت تشتري منه حاجه، بجد اعمل كده، لان في ناس كتير قوي بتبقى محتاجه دعم. خلينا نروح لفاصل اتغدى يا جماعه، وهنرجع لكم تاني على طول. خليكم معانا. اظن يا جماعه الفقره اللي فاتت كلنا وعملنا كل نفسنا فيه، المره دي بقى هنحلي بضيفتنا اللذيذه الجميله اللي بجد اول ما دخلت الاستوديو وهي كلها طاقه ايجابيه وطاقه ما شاء الله كده، كانت لذيذه وضحوكه، ويعني من ساعه ما دخلت الاستوديو يا جماعه عماله تهزر مع كل الناس وجميله جدا. وهي من الفنانات اللي جايين يعني ان شاء الله في المستقبل بقوه شديده في مجال التمثيل، وبنفتقد جدا فكره ان عايزين في التمثيل ناس كده لذيذه، ناس تدينا بهجة وطاقة إيجابية. كمان هي ما شاء الله حققت نجاح كبير جدا في مسابقة الدوم ولفتت الأنظار، وكل الناس كانت بتتكلم عليها، كمان لجنة التحكيم كانت مبسوطة جدا بيها. منورانا النهاردة الفنانة الشابة الجميلة مونيكا الفونس. ازيك عامله ايه؟ ازيك يا لينا، نورت الدنيا. ميرسي قوي 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 على الكلام اللي قلتيه. حبيبتي تستاهلي اكتر، وبجد احنا بندعمك، يعني احنا معاكي في اي حاجه، احنا دايسين معاكي في كل حاجه. منوره عيش سعيد، وزي ما لينا قالت كده فعلا انت داخله بطاقه حلوه قوي، وبتحكي
ويعني انت زي ما تقولي كده نشرتي بهجه كده اول ما دخلت. انت قمر، البرنامج حلو قوي والديكور خطير وانتوا لزاز قوي، اكيد هبقى كده. ميرسي حبيبتي. خلينا نبتدي بقى من البدايه كده، عرفي الناس عليكي. عندك كام سنه؟ بتخلصي دراسه ولا لسه؟ يعني قولي لنا كده بريف. انا هي دراسه. في دراسات كتير. بصي انا اسمي مونيكا الفونس، انا من طنطا. انا قلت كل الحاجات دي في الدوم. انا اصلا ما كنتش بمثل، ما كنتش بعمل اي حاجه. انا كنت في تجاره انجلش، تخرجت من تجاره انجلش، بعد كده عرفت ان في حاجه اسمها معهد فنون مسرحيه بيدخل الناس تمثل، ده حاجه كده يعني. فقدمت في المعهد ودخلت، ولسه في المعهد بقالي كتير جدا. بقيت اتسيب سنه رابعه. ليه وقفنا في رابعه وبلطنا شويه يعني؟ بصي هقول لك، صعب قوي ان انت توازني ما بين المعهد وبين التصوير. فطبيعي ان احنا واحنا في سنه اولى بتبقي لسه ما اشتغلتيش قوي، فبتبقي ملتزمه جدا وبتحضري المحاضرات وكده. احنا عندنا في المعهد الاتندنس مهم قوي، يعني لو غبتي 3 مرات بتتحرمي من الماده اصلا. اوكي. فبتفضلي بقى في اللوب اللي هي ايه، انا دخلت الترم طب جالي تصوير، فبتقدري بتحضري المواد اللي ينفع تحضريها، واللي مش بتحضريها بتتاجل. صح. فبتفضلي بقى عايشه كده كتير يعني. سنين خلص سنه رابعه ان شاء الله. امتى هخش السنه دي تاني؟ يعني هحاول يعني. والنبي ما تصغريش قرابتنا يا موني قدام الجمهور. والله صدقيني انا بنجح في المواد اللي بخشها، بس الفكره في انه انت مش هتخشي الامتحان لو ما حضرتيش عدد محاضرات معينه. اوكي. الاتندنس او الحضور بيبقى مهم جدا طبعا. فبتتحطي بقى في عياد تصوير يا المحاضره، فاهماني؟ واخده بالك معايا؟ التصوير الوضع ده بيبقى التصوير. والتصوير بالنسبه لك بتبقى فرصه، حاجه بقى جايه فمش قادره تضيعيها. بالظبط كده. فمواضيع متضاربه، بس احنا كلنا في المعهد كده يعني. عمرك ما هتلاقي حد اتخرج من المعهد في 4 سنين، متهيألي مستحيل. صح. لازم نبلط شويه. طب المعهد فادك قد ايه؟ يعني ناس كتير تقول انا اصلا عندي موهبه فعادي تمام، وممكن امثل كده واخد كام ورشه كده في اللذيذ، وانا عندي الموهبه ما شاء الله فزه بتاعتي خطيره، فمش محتاج ان انا ادرس 4 سنين ومش محتاج الكلام ده كله. في ناس تقول لك لا بالعكس، انا المعهد فادني كتير جدا وخلاني امشي بخطوات ثابته واداني خبره كبيره من الاساتذه والناس اللي بقابلها. انت كمونيكا بقى عايزه اعرف تجربتك، انت حاسه ان المعهد فادك في حياتك بقى اللي هو العمليه، مش هقول بقى بالكتاب والورقه والقلم. أوكي. التمثيل فادك؟ بصي هو انا مش هكذب عليكي، انا كنت بقول نفس الكلام اللي انت بتقوليه ده بالظبط. انا موهوبه اخش معهد ليه؟ طب ما انا اجرب وامثل وكده. وكان بيجي لي ادوار من قبل ما اخش المعهد وحاجات حلوه، بس المعهد حاجه تانية. يعني انت في المعهد بتتعلمي، وانت جوه المحاضره لو مش من الدكتور اللي كده كده بتتعلمي منه، بتتعلمي من زمايلك. اوكي. يعني انا مثلا ما اعتقدش ان في حد في الدنيا بيبتدي جامد. ده كده كده، وحتى لو بيبتدي جامد فكده كده في اجمد. فانا مثلا ولنفرض ان انا مثلا بلعب تراجيدي حلوه قوي، اكيد مش هعرف العب كوميدي. فبتخشي المعهد بتلاقي صحابك وزمايلك اللي معاكي في السكشن غير بقى الدكاتره. يعني سيبك بقى العلم والدكاتره بيدوه لنا، ده حاجه. انت شايفه زمايلك بيعرفوا يعملوا حاجات مش عارفه تعمليها. فبتلقطي بقى. لازم تقعدي انت بقى، ما هدي مين هيبقى شاطر، مين هيجيب درجات اعلى، مين هيخش المهرجان، مين لما يجي المهرجان مين هيجي له ادوار بقى كمان. بالظبط. لا مين هيتشاف؟ هيتشاف في كذا او كذا المهرجان عشان يتاخد في ادوار بره. لا احنا في المعهد طول الوقت انت في كومبيتيشن بينك وبين كل اللي حواليكي، وحب في نفس الوقت. لان احنا في المعهد مثلا المحاضره بتبتدي الساعه 12 الظهر 10، بنخلص 12 بالليل. احنا عايشين اليوم كله، عايشين اكنكم في اكاديمي مقفول عليكم يعني. وبعدين بنقعد كلنا نعمل حاجات، وفي الاخر واحد بس ياخد الجايزه. فانت ازاي المره اللي بعدها انت اللي تاخدي الجايزه؟ اوكي. ازاي المخرج لما يجي يختارك انت ما يختارش البنات اللي معاكي في المسرحيه او البنات اللي في المسرحيات الثانيه؟ انت هتتميزي ازاي؟ ده كله بيخليكي انت نفسك، غير ان انت بتعلمي نفسك، بتتعلمي من اللي حواليكي كل حاجه. كل حاجه. وبيجرأ كمان. عادي ممكن تعملي حاجه تطلع وحشه. بس انت جربتيها، فالمره الجايه هتعمليها احلى. طيب مونيكا، خلينا برضه نتكلم على مرحله مهمه جدا في حياتك وهي برنامج الدوم. انت دلوقتي حسيت انك عندك الموهبه، خلصتي كليتك عادي. لا انا لسه مكمله، انا داخله المعهد، انا لسه هحاول وهعافر هنا وهنا وهنا وهنا. ف ايه اللي خلاكي تفكري في الدوم؟ ما انت اوريدي خلصت في المعهد وابتدى يجيلك ادوار وموضوع تمام ماشي على نفس البلان اللي انت رسمها لنفسك. ماشي. بصي ما هو البني ادم بيحاول يتوسع يعني. انا دلوقتي مثلا معروفه في المعهد، جوه المعهد هتقولي مونيكا، كل الناس هتعرفك، كل المخرجين في المعهد والناس اللي بيجوا لنا المهرجان وكده. في الدوم
لما جت فكره الدوم وكده احنا كلمنا دكتور اشرف زكي انا وكذا حد من الناس اللي معانا، وهو قال لنا يا جماعه طبعا روحوا، انا عارفكم والناس المخرجين اللي بيجوا لنا عارفينكم، مين تاني؟ مين تاني عارف؟ طب انا عملت مسلسل مسلسلين اتشافوا والناس شافتني، بس بقيت الناس فكان لازم انا كانت وجهه نظري يعني انه لا يا جماعه انا حتى لو متشافه والناس عارفاني ففي ناس اكتر كتير مش عارفاني. فكان بالنسبه لي ان انا اروح ويسرى تقول لي كلام حلو قوي، عمرو يوسف ينبهر، وتامر محسن، تامر محسن ده بموت فيه بجد، بحبه جدا، نفسي اشتغل معاه، اعظم مخرج بالنسبه لي طبعا في الدنيا كمان. فان هو يقف ويقول لي كلام حلو وينبهر من ادائي لا طبعا ده بيدي ثقه في النفس خطيره. ناس كتير اكتر عرفتني انا لحد دلوقتي، ناس بتبعت لي من الدوم كتير لحد دلوقتي حتى الله. بعد سيزن 2 وهما كمان هناك الجو كان لذيذ وبيشجعونا وكل حاجه كانت حلوه يعني واي نوت. بالظبط. طب يعني انت فاكره اكيد المشهد اللي انت عملتيه قدام لجنه التحكيم اول مره والناس المشهد ده برضو على فكره طلع منه حاجات ترند على السوشيال ميديا. أيوة. لان الناس قعدت تعلق عليه وكده. احكي لي بقى عن المشهد ده عشان الناس اللي ما شافتهوش او الناس اللي ما خدتش بالها، كان المشهد ده حضرتي له ازاي واشمعنى ده بالذات اللي انت اخترتيه؟ بصي هو ده موقف كوميدي اصلا، هو انا كنت محضره مشهد تراجيدي جدا. انا كنت عامله مسرحيه سجن النساء، بعمل شخصيه هند، وقلت انا هقول في الدوم المونولوج بتاع هند اللي انا حافظاه ومذاكراه وعاملاه والناس اللي عارفينه احسن من اللي تمام. وقصرته جامد لان كان لازم دقيقه وبتاع. وبعدين دخلت اللجنه اوكي وبدات اقول، الوقت خلص قبل ما اخلص المشهد وما لحقتش اقول وما كنتش مركزه. وبعدين انا شفت يسرى، يسرى دي بحبها هي جميله طبعا، جميله طبعا اوكي. فانا دخلت شفت يسرى، انا مش في البرنامج، انا في صاله بيتنا قاعده بتكلم مع، قعدت اتكلم معاها كتير قوي قبل ما ابتدي وفصلت اوكي، وعملت المشهد وحش قوي. فوقفت بصت لي هي وعم يوسف قالوا لي انت جميله، الكلام ده ما اتعرضش على فكره. انت جميله، انت اموره، طب قولي لنا اي حاجه ثانيه. عارفين يقولوا لي ايه، عايزين يوجهوا معاكي. شايفيني شاطره بس عملت وحش، انا عملت وحش بس هما شايفين ان انا متوتره او مش شايفين ان هما، خلي بالك هما فنانين عندهم خبره كبيره جدا، فهما بيبقوا عارفين ده متوتر ولا ده مش فعلا بيمثل وحش ولا ده كويس. فعشان كده هما بيعرفوا يدوا فرصه لمين وما يدوش فرصه لمين. لو على فكره الفنانين حتى نفسهم البروفيشنال لغايه اللحظه دي بيتوتروا بيتلخبطوا بيعيدوا المشاهد تاني، اصل المسرح حاجه والكاميرا حاجه، المسرح كده بيوتر طبعا. فراح قايلين لي قولي اي حاجه، فارتجلت بقى. المشهد اللي اتذاع ده اللي هو اصلا انتشر ده كان ارتجال، كنت بقول اي كلام ايه ده حرفيا. مش محضره خالص ولا كلمه، قلت اي كلام. لا عملت شحاته باين، انا مش فاكره قوي، فاكره عملت شحاته وقلت له طب ما تيجي توصلني، طب مش فاكره الكلام قوي بس فاكره ان انا عملت حدوته بسرعه كده وقلتها وهم انبسطوا قوي. الحمد لله الحمد لله. كنت خايفه من مين اكتر حاجه؟ مش خايفه بس اللي هو بيبقى فيه دايما زي المدرسين، في مدرس كده بنبقى مقلقين منه في الاول بعد كده لغايه ما ناخد على الجو. انت مين كنت في لجنه التحكيم كنت مقلقه سيكه منه؟ بصي هو انا ما كنتش مقلقه من لجنه التحكيم، انا كنت مقلقه من ان هم، انا دخلت تقريبا في اخر 8 فكانوا هم بداوا يقولوا نو انا كل مثلا الاربعه اللي قبلي كانوا لا. في الاول طبعا انت عارفه الدنيا بتبقى لذيذه والله انت جميل يس 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 كده، بكده دخلت في الاخر خالص كانوا بجد بيقولوا كل الناس نو. فده اللي كان خاضدني ان هم يبقوا طاقتهم، فدخلت بقى هزرت وكده فتمام الحمد لله عدت. دي كانت اكتر حاجه خايفه، بس هم كلهم كانوا لذيذ، لجنه التحكيم كانت لذيذه بصراحه. طب مونيكا خلينا نرجع ورا شويه ونشوف، يعني عايزين نعرف مين اللي كان بيدعمك من الاول ويقولك انت عندك موهبه، من الاسره، من صحابك، من الناس القريبه منك، مين كان في الاول بيقولك لا انت عندك موهبه، انت مش هينفع تبقي موظفه، يعني انت عندك حاجه مختلفه؟ ايوه بصي بابا اكتر حد بصراحه، اول ما قلت له ان انا عايزه امثل قال لي ايوه يلا اعملي كده. لذيذه قوي. عشان انا كنت بمثل من وانا صغننه وبتاع في مسرح الكنيسه واعمل فيديو كليبس وحاجات وبتاع بس عمري ما عارفه اللي هو همثل، ما جاتش في بالي يعني. فقال لي لا يلا اعملي كده وبتاع. ماما ما كانتش موافقه قوي الله يرحمها، بس اول ما جالي اول حاجه جات لي اللي هو حكايات بنات، هي قعدت وذاكرت معايا الدور وقالت لي لا انا مش هسيبك، وقعدت تقول لي وهي ودتني ريفرنس للدور اللي ذاكرته وبتاع وكده. فهم كلهم الصراحه كانوا بيشجعوني، واخواتي الاثنين برضو بيشجعوني. حد عنده موهبه التمثيل في العيله ولا انت بس؟ يعني حد عنده
الحته دي اللي هو الجينات، عارفه اللي هو انا واخده من بابا واخده من ماما، ولا ما فيش انت الفالته في العيله؟ لا ما حدش فينا بيمثل، بس احنا واحنا صغيرين انا وولاد خالتي كلنا كنا، مش عارفه هتتريقوا على الموضوع ده، احنا كنا بنعمل افلام واحنا صغيرين. لا ما احنا كلنا ده حلو ونسجل على الكاسيت والحاجات دي. لا لا ده فيديو، بنصور فيديو ونعمل مونتاج ونعمل فيلم مثلا، يعني عندنا فيلم اسمه لاكي ايج بجد والله. والله بس ما حدش فيهم لما كبر فكر يعمل كده، انا كنت ساعتها لسه صغيره. فيلم ما طلعش للنور خالص، مفيش اي حد شافه غيرنا، بنعرضه بقى في العيد وبتاع، نقعد نصور وايام كده بس لذيذ. احنا بنموت في الحاجات دي بس ما حدش عمل كده تقريبا غيري. اوكي طب حلو قوي. طيب المرحله بقى اللي بعد التشجيع بتاع بابا، مين اللي قال لك يلا ادخلي كليه تانية؟ في ناس تقول لك انت خلصتي كليتك خلاص شوفي بقى مستقبلك، انت لسه بتبتدي من الاول تاني. ايوه مين عمل معاكي كده بقى؟ بصي هقول لك، هي حدوته طويله. لا اتفضلي يا حبيبتي. انا كنت روحت حكايات بنات، كان دي اول حاجه حصلت، ان انا كنت بشتغل مع محمود، مع حد يعني صاحبي محمود، ده حد مهم جدا في السوشيال ميديا، فاحنا كنا ماسكين شركه الانتاج اللي كانت عامله حكايات بنات. تمام. فهو اللي خلاني اعمل دور بتاع حكايات بنات ده، اتكلم حد فودي. فلما روحت حكايات بنات قابلتني المخرجه المنافسه كان اسمها لاميا، انبهرت بيا، قالت لي انت شاطره قوي، انت بتاخدي ورشه انت في المعهد؟ قلت لها لا طبعا انا يعني ببتدي وبشوف ومش عارفه اعمل كده ولا لا وكده. فراحت مدياني رقم حد بيعمل ورك شوب. حلو قوي. فانا روحت الورك شوب دي بالصدفه البحته، ده كل ده مترتب. اللي كان بيديني الورك شوب ده كان دكتور هنادي عبد الخالق ومحمد نبيل منيب، اكيد تسمعوا محمد نبيل منيب. بالصدفه بيعمل ورشه اسمها الورشه المجانيه دي، ورشه بتدخل المعهد، دي اشهر ورشه بتدخل مع ناس المعهد. حلو قوي. اوكي قال لي تعالي، عشان كنا احنا بناخد الورك شوب دي وبتاع، وطلعت الاولى اخدتها وطلعت الاولى بتاع. اوكي قال لي تعالي قدمي في المعهد. قلت له لا مستحيل يا نبيل، انا اخش المعهد ده انا لسه مخلصه كليه. حرام عليكوا بقى كتير. حرام. واربع سنين تانيين، اربع سنين ده في دماغي بقى ان انا ايه شاطره جدا. مش سبعه يعني. والله. فقال لي لا طب جربي، طب تعالي خدي الورك شوب، ولو ما عجبتكيش ما تقدميش، بس هتبقي استفدتي، يا ورشه مجانيه انت مش خسرانه اي حاجه، اقعدي بس وركزي. اما رحت الورك شوب بقى حصل لي اللي انا قلت لك عليه ده، الناس الشاطره دي ناس شاطره موت، شاطرين وكلهم شاطرين، وكل دول مقدمين، احنا الدفعه عندنا 20. اوكي فكلنا هنقدم هياخدوا 20. فلا طب انا هقدم بقى. هي انا لازم ابقى مميزه زيكم اللي هو. ايوه انا فضلت اذاكر بقى وبتاع وكده لحد ما دخلت في ورشه في المعهد، يعني اول امتحان القبول بياخدوا 50 تخطي ورشه المعهد. سقطت بقى في ورشه المعهد، يعني دخلت الورشه وسقطت. بعدين لقيت دكتور اشرف يومها بالليل، لقيت دكتور اشرف زكي بيكلمني في التليفون، انا ما اعرفوش عمري ما شفته في حياتي الا في الورشه. قال لي مونيكا انت كويسه؟ قلت له مين معايا؟ قال لي انا دكتور اشرف زكي. قلت له ايوه ما تهزرش. لا ايوه لا انا عايزه اشتري، اكيد بيهزر اكيد مش هو يعني. بس هو صوته احلف كده والله. قال لي انا اسمي انا دكتور اشرف زكي، وانا عايزك تيجي لي معهد بكره الصبح الساعه 11. قلت له انا مش في القاهره. انا بقى ايه سقطت. سقطت دي في الامتحان الاخير خالص، لو انا نتيجته لجحوا دخل المعهد. خدت بعضي وشنطتي ورجعت على طنطا، مش جايه القاهره دي تاني، انا مش جايه القاهره دي تاني. خلاص بقى خلاص اتقتلت هموت. قال لي لا انا عايزك تيجي دلوقتي حالا بكره الصبح المعهد. قلت له طب ماشي، طب خلاص هاجي حضرتك بكره. قفلت وكلمت نبيل منيب، قال لي طب تعالي طب نشوف هو عايز ايه ومش عارف ايه. رحنا قال لي انت لازم تقدمي في المعهد، انت مش هينفع تروحي، انت لازم تبقي في المعهد السنه دي. ودخلت بقى ايه موازي، طلعت الاولى على الورك شوب. قال لي لا لازم تقدمي وبتاع، ودخلت. وحتى هو قال لي ساعتها لو انت مش معاكي فلوس انا هدفع لك المصاريف. قلت له يا دكتور والله مش مشكله الفلوس، بس انا سقطت وهم سقطوني. قال لي لا اصدقيني انت شاطره قوي، انت بس ايه ركزي وبتاع وتعالي والله هتنجحي وهتشوفي. وفعلا دخلت، هو جميل قوي بصراحه، ومش انا بس اللي عمل معايا كده، يعني في كذا حد قبلي دون ذكر اسماء، يعني دنيا سامي عمل معاه كده. ده بدون ذكر اسماء. اهم حاجه انا بحب دنيا قوي، اصل هما دايما في المعهد بيقولوا انت ودنيا، عشان دكتور اشرف فعلا عمل معانا الموقف ده من كتر ما هو مؤمن بينا. ايوه لا هو فعلا مركز جدا مع كل واحد. تخيلي هو مركز مين سقط، مين نجح، مين عمل، مين سوى، وهو ما شافش حد كده دلوقتي. وهو بس هو الصراحه يوم الورشه بتاعته هو كان مبهور بيا.
كان كل ما حد يعمل حاجه غلط يقول اطلعي مونيكا وريها له. والله كنت مبسوطه وانا بقى بطلع كده عارفه انا اللي جامده بقى وفارده على راسي ودعين تقريبا الموضوع تقريبا انت نشيتي عين. اه والله الناس يومها اصلا كلهم كانوا مصدومين ما كانوش مصدقين بس يلا الحمد لله. طب انت بتفضلي يعني طبعا انت تقدري تعملي كل الادوار ما شاء الله انا حاسه الطاقه اللي قدامي دي تقدر تتشقلب في الاستوديو دلوقتي بس اللي هو بحس انت اكيد ليكي حته في قلبك زياده ناحيه يا تراجيدي يا كوميدي شويه انت نهين نهون عارفه. بصي انا بحب اللايت كوميدي بحب اللي هو الهزار اللي هو المواقف الطبيعيه اللي احنا بنرمي مش افات صريحه اللي هي الهزار ده بس انا دايما بتسكن في التراجيدي يعني انا دايما يا اما بحب واحد ما بيحبنيش يا اما خطيبي مات يا اما ابويا مات يا اما حاجه كده يعني دايما بعمل حاجات اه عياط وكده حتى ما دخلت المعهد كنت داخله بمونولوج بعيط فيه انهيار جدا. بس هو ده صعب برضه ده مش سهل خالص. مش عارف لا انا بالنسبه لي اصعب الكوميدي. لا الكوميدي اصعب. بصي هو سهل يعني مش قصدي سهل تعيطي بحس سهل ممكن تستحضري حاجه تعيطي وبعدين صعب تضحكي حد يعني. وبعدين انت مش شرط تعيطي يعني انت عشان تأثري في حد مش شرط تعيطي انت ممكن بكلامك ولو انت حاسه الكلام هو هيعيط فاهماني هو مع المزيكا وانت فاهمه الشخصيه هيعيط. لا انت هتعيطيني اصلا انا حياتي عليا اصلا فجاه دي اسهل انا والله مقعد دلوقتي دي اسهل حاجه عندي. بس الكوميدي صعب بقى ان انت تضحكي حد مجهود بقى جبار الناس بقى انت عارفه انه ان انت بتضحكي فبصين لك كده وريني هتضحكي وريني بقى تضحكيني ازاي وريني اللي بيروح عليك دم خفيف كوميدي انا بقى وريني ده صعب قوي. حد قال لي قبل كده ان صوتك التون بتاعته كويسه انها تنفع فويس اوفر. فويس اوفر فعلا انا غنيت في الدور غنيتي لا ده استني بقى ده غنيت غنيت في اللي هو في ثالث مره وهند صبري ساعتها اصلا قالت لي كويس انت انا مش بعرف اغني انا مش مغنيه طبعا يعني. انا غنيت لشكوكو ساعتها انا بحب مونولوجات شكوكو قوي فغنيته وبتاع فهي قالت لي انت ازاي بتعرفي تغني وبتمثلي في نفس الوقت قلت لها كويس يعني انا بغني حلو قالت لي لا انت بتعملي الحاجتين فبجد برافو عليكي بتعملي الحاجات دي انا بحب الغناء قوي صوتي وحش بس بحب الغنى جدا اللي هو الاداء بتادي دي حاجه لذيذه على فكره قوي. غنيتي ايه طيب ساعتها غنيت حلو الحلو ما تعملي لنا دلوقتي ما تهزريش صغيره حلو الحلو حلو الحلو بكل خصاله الا دلاله ما يعجبنيش ما يعجبنيش قلبي يهجر قلتو ماله يهجر يهجر بس يعيش حلو 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 الحلو حلو اللي حلو ما فيش وحاشة غير بيوعد ولا يوفيش ولا يوفيش ده اللي فتح قلبي طفاشة ثم قابلني ما كلمنيش ما كلمنيش قلت له بس يا باشا يا باشا قال لي لا بوها ما تفلقنيش وبيعجبنيك من جماله وقت سكر سانتا رفيش قالوا بيهجر قلت وماله يهجر يهجر بس يعيش حلو 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 الحلو الله ايه حلو ايوه. طب احكي لي برضو عن مسلسل اولاد عابد يعني انا عارفه ان انت عندك كام حاجه حلوه قوي شاركت فيها فبرضو عايزين نعرف الناس عليها اكتر جات ازاي لان في ناس عايزين يجتهدوا وعايزين يمثلوا وعايزين حاجات حلوه كتير عندهم مواهب بس يقولك يا عم لا ما خلاص بقى ناس عليه ما هو كلها ماشيه كده كلها ماشيه مش عارفه ايه عارفه اللي هو في ناس بيبقى عندها حاله ساعات من الاحباط فاحكي لي كده عن اول حاجه مسلسل بقى اولاد عابد. بصي مسلسل اولاد عابد ده زي ما انت قلتي بالظبط هو انا كنت اصبت بحاله من الاحباط الفظيع لان انا كنت شغاله في مهرجان في المعهد كنت عامله عرضين فعرضين ده اللي هو انا هخش اخد جايزه طبعا وش كده عامله عرضين من 7 عروض فبجد هاخد الجايزه كده كده يعني اوكي فدخلت وعملت العرضين وكان في اللجنه دكتور اكرم فريد اللي هو مخرج المسلسل وما خدتش ولا جايزه في الختام ولا جايزه ولا حتى شهاده تقدير وبجد كنت مصدومه لان انا كنت عامل يعني الناس كانت بتقول حاجات حلوه عليا يعني فكلمني دكتور اكرم فريد يوم الختام قال لي عملتي ايه هو كان عارف قلت له يا دكتور الحمد لله ما حصلش نصيب وبتاع في الجواز كده قال لي طب هديتك عندي قلت له بجد قال لي في دور في مسلسل ولاد عابد الانتاج هيكلمك بكره او بعده بالكثير هيعجبك قوي بجد كده قفلت هو شافني في العرض انا في العرض كنت عامله لولا شبه شويه سلمى
بتاعت ولاد عيد. اوكي. فهو وهو بيتفرج على العرض حس انه هو انت خلاص انا سكنتك هنا يعني. فراح مديني الدور. فهو الدور ده جالي عشان بجد انا كنت تعبانه قوي في الوقت ده وطلع عيني، وفي نفس الوقت ما خدتش اي جايزه ولا اي حاجه، فهو حس ان هو عايز يعني فاهم. ودكتور اكرم سنتها اخد ناس، يعني احنا كنا 7 وجوه جديده من المعهد. كنت انا ولبنى وابراهيم كمال ومصطفى رشدي ومازن جمال عبد الناصر وجنى وواحد كمان مصطفى غريب. شوفي مصطفى غريب دلوقتي. مصطفى غريب كان معانا قبل ما يعمل الكبير. اوكي. فكنا مبسوطين قوي 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 قوي. يا رب ما نكونش نسيت حد. وفادي فادي ثروت. فالكواليس كانت حلوه قوي وهم كانوا بيحبونا قوي، كلهم كانوا كبار طبعا واحنا الصغننين بقى بتوع العيله وكده، كانوا لذاذ قوي. بس ده حلو ما شاء الله. شفتي يعني انت قلتي ان انا اتضايقت ان انا ما خدتش جايزه وان انا عملت مجهود كبير، بس هو ربنا يعني جابها لك بطريقه اللي هو استني بس اصبري في حاجه احلى. الحمد لله في حاجه جميله جايه. وبالظبط ده احسن بكتير من اني كنت خدت الجايزه. انا هعمل ايه بالجايزه بالظبط؟ اللي هو دور دور بقى حلو بقى محترم اكيد. كنت مبسوطه قوي. مونيكا اكيد الوقوف على خشبه المسرح ليه رهبه تانية. فاكره اول مره وقفتي على خشبه المسرح؟ فاكره اول مره في المعهد. كنت عامله عرض اسمه الرهان. وكان معايا ناس كتير. كان معايا ابراهيم وكان معايا حازم القاضي بس انا كنت مرعوبه. انا فاكره يومها انا عملت وحش جدا باي ذا واي يومها. ما عملتش عملت حلو جدا بس كنت بتكلم. انا اصلا دخلت المعهد بمثل التمثيل اللي هو عمري كنت شغلت مسرح. بمثل تمثيل تلفزيون اللي هو الطبيعي جدا العادي جدا. ففي المسرح انا بحاول اعمل كده برضو على قد ما اقدر. ففي المسرح ده حلو طول ما انت صوتك عالي. فانا مثلت كده من الهدي وعيطت وعملت كل الكلام ده صوتي كان واطي. ففي المسرح في قاعده اساسيه ان لازم الست العجوز اخر المسرح ايوه تبقى سامعاكي. بس كل الصراحه الدكاتره يومها كانوا مبسوطين مني وجم قالوا لي كلام حلو. كان عرض دراسات عليا وتالي هاني جاب درجه حلوه قوي بسببنا. جاب جيد جدا تالي. العرض كان حلو الصراحه. انتوا بتعملوا جرادويشن بروجكت از ان هو يبقى مسرحيه كامله كتير. احنا بنعمل كده طول الوقت يعني كل ترم للناس اللي هتتخرج للقسم تمثيل. وطبعا بيشارك فيه كل الدفعات مش لازم الناس بس اللي بتتخرج. لا هو كل سيكشن بيعمل مسرحيه. اوكي. يعني احنا مثلا 8 7 8 9 في السيكشن بنعمل مسرحيه. السيكشن اللي جنبنا والسيكشن اللي احنا 3. الاعمال دي حلوه قوي. ليه ما بتبقاش بعد كده بيطوروها او بيكبروها او يعني. عملنا المسرح وحشنا. ما تسمعوش عن المسرح وحشنا تياترو. طب تعرفوا مسلسل تياترو؟ طبعا. كنت لسه اسالك على تياترو. ايوه ما هو تياترو ده كان مشروع تخرج اصلا بتاع دكتور اشرف زكي في مسرح وحشنا. أوكي. كنا عاملين مسرحيات قديمه. مشروع من المشاريع ما احنا عندنا كل ترم مشروع. فكنا عاملين مسرحيات قديمه. كنا عاملين سيدات الجميع متزوجون صح. كنت عاملين متزوجون. أيوة انا افتكرت. ايوه صح انا كده دلوقتي افتكرت معاكي. ايوه. وبعد كده جت ميديا هاب وتولت الموضوع ودخلت كودكس وبقى مسلسل. يعني بقى احنا بنعمل حواديت وفي وسط الحواديت بنعمل مسرحيات. حلو قوي. فكره لذيذه جدا. كنا مبسوطين قوي اكيد. طيب التياترو برضو جت ازاي؟ انا عايزه اعرف تفاصيل لان هي مجهود جبار وناس كتير وانتاج يعني الموضوع كبير. فاحكي لي بقى جت ازاي فكرته وترشحتي ليه ازاي؟ بصي زي ما بقول لك كده هو التياترو ده كان مسرح وحشنا. كان مشروع تخرج دكتور اشرف زكي. وانا ما كنتش في المشروع. اوكي. وبعدين انا كنت بروح كتير 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 ايام البروفات وكده. وكان عندنا عرض في سوهاج. يعني كانوا هيعرضوا في سوهاج وانا كنت بروح بعمل ادوار مساعده. حل. وبعدين انا كنت لما بدات اعمل ادوار مساعده حسيت ان طب هو انا عشان مش في المشروع يعني ما اقدرش اعمل دور. ايوه. فساعتها كنت انا مخلصه الدوم انا وبكر. فدكتور اشرف قال لي طب ما تجربوا تعملوا مشهد انتوا الاثنين سوا. فعملنا المتزوجون. فشافوا فعجبوا جدا فانضم للمسلسل. اوكي. اصلا بس لا هو اصلا كان عايز يعمل المتزوجون من بدري في المسرح وحشنا. بس انت عارفه الشخصيات يعني في حد اللي ما هيعمل شويكار مش هو اللي هيعرف يعمل لينا. اللي هتعمل لينا مش هتعمل شريهان. فما كان عايز يعمل متزوجون بس ما كانش في حد يعمل كده. فلما لقاني انا وبكر في ما بيننا كيمياء قال لنا طب يلا اعمله ده. فعملناه فعجبه فيلا بينا. فدخلنا المسلسل كده على طول. عايزه اسالك على حاجه كمان. في الدوم اكيد كل حد من لجنه التحكيم كانوا بيدوكوا نصايح معينه. مين اللي النصيحه بتاعته رنت في ودانك كده وفضلت معاكي ولسه ملازماكي كل ما يحصل موقف معين تفتكري النصيحه دي؟ اكيد. بصي يوم
يوم الكوارتر فاينل اللي هو اليوم اللي كان فيه استاذ تامر محسن لجنه التحكيم. دخل لنا قبل الباك ستيج قبل البرايم ما يبتدي وبص لنا كده وقال لنا انتوا متوترين جدا وباين عليكم كلكم. بس في حاجه لازم تفهموها، انه ما حدش فينا بيطلع على المسرح مش متوتر، ما حدش فينا بيطلع قدام الكاميرا مش متوتر. بس ازاي نظبط ترمومتر، قال كده بالظبط، ازاي نظبط ترمومتر التوتر ده انه يفيدنا ما يضرناش. صح، فاهمين؟ ان انت تبقى متوتره لدرجه عارفه زي خايفه من الامتحان، بس مش لدرجه هخش مش هحل، مش هحل. الخوف اللي هو الصحي اللي هو يخليني اخش ادغدغ الدنيا. صح. فهو بقى هي الكلمه دي انا دايما بفتكرها خصوصا على المسرح، انه لانه المسرح بيخاف اكتر من الكاميرا. انه ازاي اظبط الترمومتر ده ان انا بقى عندي طاقه ما يسحبش من طاقتي. صح. بس دي كانت عمري ما هنسى الموضوع ده. ودي نصيحه مهمه جدا. اللي هو التوتر يفيدك ما ياخدش منك. دي حاجه مهمه قوي. طيب احكي لي بقى نفسك تعملي ايه بقى؟ انا عايزه اعرف انت جواكي ايه؟ يعني ايه الحاجه اللي انت بتحلمي تعمليها؟ تقفي قدام تمثلي قدام حد معين، تعملي دور معين نفسك فيه، حاسه ان انت تدي حلوه قوي فيه؟ انا نفسي اعمل اكشن. انا هموت. احنا البنات هنا في مصر مش متركورين في حتت وحشه جدا. والله العظيم حقيقة. حد ما عندناش حد بيعمل اكشن كوميدي غير ياسمين صبر. وفي اكتر، يعني في ناس ممكن تعمل اكتر من كده بكتير. احنا عندنا بقى شقلبزونات، وفي بنات ممكن تعمل كده. ايوه. وفي بقى كورسز فليكسيبيليتي، وفي حاجات بناخدها بتساعدنا على ده. فانا نفسي اغنيه حياتي ان انا اعمل حاجه تبقى اكشن كوميدي كده، وتبقى لذيذة. ده لذيذ. ايوه، اللي هو فيها حركه وسسبنس وتبقى بقى عارفه الحاجات بتاعه زمان اللذيذه، اللي هي مش بطل ولا اتنين، اللي هم يبقوا خمس ست شباب ابطال. ونبقى كلنا بقى كل واحد واخد كاركتر ويعمل مغامره معينه كده. لذيذ. ده انا نفسي هموت على الحاجات دي، بحبها قوي. اوكي. طب اكتر حد نفسك تمثلي معاه؟ يعني حد برضو حاطه تارجت كده. اتنين. طب خلاص خليهم اتنين. هي يسرى طبعا، لان هي سبب ان انا بحبها قوي. هي جميله قوي. وماجد الكدواني بحبه قوي برضه. انت بصي منشنه يعني على ألذ اتنين. وماجد الكدواني بيعمل كوميديا وفي نفس الوقت وجوه الكوميديا لو عايز يعيطنا هيعيط. ايوه، هو ده اللي حصل في موضوع عائلي. أيوة. يعني بالظبط، خلانا كلنا نصح، يعني نصح وكلنا نضحك. احنا مستنيين عامه الجزء، يعني عارفه حتى خلاكي عايزه تستني الجزء الثالث بفراغ الصبر. يعني ده حقيقي. مش قادره تستني. اتعلقتي بالشخصيات. طبيعي، اكيد جدا. مونيكا طيب. انتي لذيذه قوي. ايوه والله. جميله. يعني فعلا زي ما بتقول طاقتك حلوه قوي، وعندك فعلا الامكانيات ان انت تعملي كل الحاجات اللي انت بتقولي عليها دي، الاكشن والتراجيدي والكوميدي وكل الحاجات دي. ان شاء الله. انا عايزه بقى اسالك، انت في حاجه في الطريق كده بتحضري لها؟ في حاجات اتعرضت ولا لسه دلوقتي الدنيا؟ عشان احنا برضو في موسم الصيف بيبقى الدنيا نايمه شويه، كله في اجازات. كله بيصيف، مفيش حد بيدخل دلوقتي اظن لوكيشنز يعني. لا احنا بنحضر. لا في لوكيشنز شغاله، احنا بنحضر يعني. أوكي. في حاجات بتتحضر. بصي انا صورت لسه قريب اصل الحكايه فيلم مع استاذ محمد امين، حاجه طبعا شرف ليا ان انا في الفيلم. طبعا هو جميل. انا عامله حاجه بسيطه جدا في الفيلم، بس انا مبسوطه جدا ان انا معاه. الفيلم حلو قوي ومؤثر جدا. دي اخر حاجه انا عملتها. وفي حاجه قريب ان شاء الله يعني، بس لسه مش اكيد. مش عايزه اقاطع. مش يعني. يعني ان شاء الله في حاجه ناس كتير بتسالني عليها هتتم قريب. طيب رمضان ولا ايه؟ لا قبل رمضان. قبل يعني رمضان 10 جايه بشهر 10. اوكي ان شاء الله. يا رب على خير. يا رب امين. ان شاء الله. ده ونخلص برضو السنه الباقيه من المعهد. عشان ما هي دي الفكره بقى، ان المسلسلات دايما بتجي لنا في بدايه الترم الاولاني. نشنت، عارفه انا نشنت دلوقتي. عادي بقى. طيب. ربنا يوفقك يا رب بجد يا مونيكا. والله يعني حاسه ان احنا قاعدين كده قعده صحاب. أيوة. هو تمام بقى، يلا قوموا مثلوا، قوموا غنوا، اعملوا اي حاجه. ناقصنا ايه؟ طبق ابيتايزرز بس كده. ده من اول الحلقه حالا. بهزر. ما تقلقيش هندلعك. لا لا لا، احنا اكرام الضيف. جوه جوه في اكل كتير مستني. ايوه جوه بالظبط. هي شافته وهي داخله، هي الضيفه منمره على الطبق. نورتينا يا مونيكا، وان شاء الله تحققي كل اللي بتتمنيه وتوصلي لكل الادوار اللي انت عايزاها وتعمليها وتنجحي فيها، واسمك يبقى اسم كبير جدا في عالم التمثيل، وتخلصي السنه اللي انا قاعده مركزه لك. ماما قوي عارفه في الصحاح. يلا خلصي السنه دي. قلبك ما يبقاش صوت بقى، خلاص ما خلصت ثلاثه قبلها. ما انا متضايقه من ان انت شاطره، فالعطله جايه من عند ان انت بس ما بتحضريش. نداء لدكتور اشرف زكي، بليز شيل الحضور والغياب وهي هتنجح عادي. يا دكتور غاده نورتينا. نورتينا حبيبتي. نورتينا قوي.
بجد انبسطت قوي قوي معاكوا. ثانك يو. واحنا قوي والله بجد قوي قوي. يا رب تكونوا استمتعتوا بالحلقه النهارده زي ما احنا كده استمتعنا. يعني كانت حلقه جميله جدا وخفيفه ولطيفه على القلب. يا رب تكون ان شاء الله ويكند سعيد عليكم. ان شاء الله نشوفكم في حلقه ثانيه من عيش سعيد. باي باي. عيش سعيد لون حياتك بإيدك، عيش سعيد وشوف اللي في إيدك، عيش سعيد أملك.